صباح الخير يا دكاتره. النهارده اخر يوم لنا ان شاء الله، هناخد الاناتومي او فيميل جينيتال تراكت. الاناتومي ده حاجات انتوا اوريدي اخدتوها، فهي بس مجرد ان احنا بنسترجع مع بعض الاناتومي او فيميل جينيتال تراكت، وكمان اتكلمنا عنه طول ما احنا ماشيين في المنهج. فدلوقتي اول حاجه احنا عايزين نعرفها عن كل واحده من دول، اللي هو الجروس بتاعها، يعني جروسلي الاناتومي ايه، وبعدين مايكروسكوبي او اللايننج بتاع الابيثيليوم عشان لو طلع منه كانسر او حاجه نبقى عارفين ده هيبقى ايه نوع الكارسينوما دي. البلاد سبلاي بتاعنا سواء ارتري او فين، والليمفاتيك درينج بتاعنا، والابلايد اناتومي يعني دي ايه الحته الابلايد اللي احنا اتكلمنا فيها على الموضوع ده. فلو اتكلمنا من تحت لفوق، لو مشينا من تحت لفوق نبتدي باول حاجه الفالفا. الفالفا او الاكسترنال جينيتاليا دي بتتكون من ايه؟ ما هو كلمة فالفا دي في كومبوزيشن للفالفا، ليبيا ليبيا ميجور و كليترس ميديان او ميد لاين، وبعدين ليبيا مين اللاترال؟ ميجور ليبيا ميجورا لاترال، وبعدين ميديان ليبيا ماينورا بالظبط كده، وبعدين في الاوبننج اللي بيفتح فيها بقى اليوريثرا والفاجينا، دول اسمها ايه الاوبننج دي؟ ليها اسم الفستيبيول. الفستيبيول دي كلمة اللي هو المدخل، يعني المدخل خلاص. فهو دي الفستيبيول اللي هو بيوبن فيها اليوريثرا والفاجينا كويس، فهو ده الفستيبيول. وبعدين في جلانز برضو بتبقى موجودة في البوسترو لاترال اسبكت اوف ذا ليبيا ميجورا، اللي هي الدكت بتاعتها بتوبن في الفاجينا تحت خالص في الفاجينا، البارتولين جلانز بالظبط كده، البارتولين جلانز. فدي بارت اوف ذا ليبيا. هل البارتولين جلانز دي فلت نورمالي؟ لا لا نورمالي لا نوت فلت. احنا بنفلت او يعني بنحسها او وي كان سي ات لو حصل لها دايلاتيشن. امتى يحصل لها دايلاتيشن؟ انفلاميشن قبل اوبستراكشن للدكت بالظبط كده، اللي هو لو حصل اوبستراكشن للدكت بتاعت الجلاند دي فهيحصل اكيميليشن للسكريشن، فهتكون لي البارسولين سيست. فدي الحاجات اللي هي بتكون ال الفالفا. نشوفها كده على الصوره. طبعا الحته اللي فوق دي اللي هي المونز فينيريم او الباد اوف فات اللي بتبقى موجوده وعليها هاري سكن كويس، وفي سوات وسيبيشس جلاندز وكده. فالحته اللي فوق اللي هي بتبقى على السيمفيزيس بيوبس كفرنج السيمفيزيس بيوبس، فهي دي اسمها المونز فينيريم. وبعدين يبتدي المدخل ده اللي هو الفستيبيول بيوبن فيه اليوريثرا من فوق، وبعدين الاوبننج اوف ذا فاجينا كويس، وورا طبعا بيبقى فيه هنا الانس. طب الحته اللي ما بين الاوبننج بتاع الفالفا والاوبننج بتاع الفاجينا والانس دي اسمها ايه؟ برينيم. برينيم بالظبط كده، برينيم اللي هو جوه بيبقى فيه زي بيراميد كده طالع، فايبروماسكولار بيراميد اللي هو اسمه برينيال بادي هنتكلم عليه دلوقتي. فهو ده الشكل النورمال بتاع الفالفا. مهم قوي برضو ان احنا عارفين ان الكليتورس ده اتز نورمالي موجود ونورمال اورجن وليه اساسا فانكشن during sexual intercourse عشان sexual excitement وال sexual satisfaction. وبرده طبعا الاثنين ليبيا ميجورا اللي هم اللاترال وعليهم في هاري سكين وفي سوات وسيبيشس جلاندز، دول الاثنين دول الليبيا ماينورا. الليبيا ماينورا اللي فيهم سوات وسيبيشس وهات مينورا لا ما فيهمش بالظبط كده. فهو الفرق ما بين الليبيا ميجورا والليبيا ماينورا ان هو في باد اوف فات تحت الليبيا ميجورا والسكين كفرنج ات هو هاري سكين وجواه في سوات وسيبيشس جلاندز، لكن الليبيا ماينورا مفيش باد اوف فات تحتيها، هو مجرد سكين وميكوزا من جوه ومفيش سوات ولا سيبيشس جلاندز، ونورمالي ان هم يبقوا موجودين الليبيا ماينورا كويس. وبعدين في البارتولين جلاند هي ما اتس نوت سين اور فيلت اكسبت لو كانت الدكت بتاعتها اوستراكتد، ساعتها بيحصل اكيميليشن للسكريشن بتاعتها فبالتالي ممكن تبقى سين اور فيلت. طب السكريشن دي بتبقى موجوده امتى؟ امتى بيحصل سكريشن من البارتولين جلاند؟ ستيميليشن ستيميليشن امتى بتبقى ستيميليتد؟ بالظبط لما يحصل سكشوال اكسايتمنت فبيبقى في ستيميليشن للبارتولين جلاند فبتبتدي ان هي تسكريت السكريشن، ودي حاجه مهمه عشان يحصل لوبريكيشن ديورنج انتركورس فما تحسش هي بديسبارولو. فده المفروض ان هو بيحصل. لو الدكس دي بقت اوبستراكتد يبقى بالتالي السكريشن دي مش هتبقى موجوده في الفاجينا فهتاكيميليت انسايد ذا جلاند، بتخلي الجلاند ان هي تبتدي تكبر وتعمل لي البارتولين سيست. فده النورمال اناتومي. مهم هنا حته بتاعه الاف جي ام او الفيميل جينيتال ميوتيليشن او الفيميل جينيتال سيركمسيشن، ان هو بيبقى فيها ممكن يبقى فيه جريدز ليها، بنشيل حاجات من الاكسترنال جينيتاليا دي عشان وتلاقي كده الفيميل لما تيجي تفحص العيانه او كده بتلاقي ان هي زي فلات من بره. حد يعرف الجريدز بتاعتها؟ هي دي مهم انكم تبقوا عارفينها، هي مش موجوده السنه دي في الكتاب لكن الله اعلم هتتزود السنه الجايه ولا لا. لما كان بيشيل الكليتورس بس ممكن يشيل الكليتورس وده اول جريد فيها انك انت تشيل الكليتورس بس، بعدين يشيل الليبيز ماينورا، ممكن يشيل الليبيا ماينورا اللي هو الحاجات اللي طالعه دي فبالتالي ده الجريد 2، ممكن كمان يشيل بارت اوف ذا ليبيا ميجورا، وبعدين في بتبقى مقفوله خالص خالص اللي هو حتى انت ما بتشوفش الفستيبيول،
يعني انت لو جيت تبص على الفيميل من بره كده في اللاتاتوم بوزيشن ما تشوفش الفيستيبيول ولا الاوبننج بتاعه اليوريترا ولا الاوبننج بتاعه الفاجينا، هو بيبقى فيه بس يعني خرم صغير كده فوق الانس او البرينيال بادي، عشان حتى تحط قسطره للبيشنت لازم تحطها بطريقه معينه انك انت تدخلها تحت السكين اللي مقفول ده عشان توصل لليوريترا الاوبننج وتعمل لها لو عايز ايفاكويت البلادر مثلا او حاجه. ودول في الولاده طبعا بتبقى مشكله لانه البيبي هينزل ازاي، فلازم تقص هذا السكين بحيث ان هو تفتح الفيستيبيول وتفتح الاوبننج اوف ذا فاجينا عشان البيبي ينفع ان هو يتولد. وبعدين طالما ان انت فتحت حاجه يبقى انت لازم تقفلها او ترجعها تاني زي ما كان. فده الفكره بتاعه الفيميل جينيتال ميثيليشن. واخر حاجه احنا قلناها دي اللي هي نوبيان او سودانيس سيركمسيشن، لان هي اكتر موجوده في الحته الساوث بتاعتنا او في السودان، فدي موجوده يعني ستيل لحد دلوقتي الناس بتبراكتس القصه دي. ليه بيعملوا السيركمسيشن او الفيميل جينيتال ميثيليشن؟ هابتس كالتشرال وسوشيال هابتس. عشان ايه؟ انه يعني عشان سيكشوال اكسايتمنت. هم متخيلين ان هو لما الحاجات دي تتشال مش هيبقى عندها سيكشوال ديزاير او سيكشوال اكسايتمنت. بس هو سيكشوال اكسايتمنت ديزاير بيجي من من البرين ده اتس سنترال. فالسيكشوال ديزاير اند سيكشوال اكسايتمنت هيفضل موجود لانه اتس سنترال. طب امال لما نشيل الاند اورجانز ده ايه اللي هيحصل؟ مش هيحصل فولفيلنج، مش هيحصل ساتسفاكشن. بالظبط كده، هيبقى دايما الديزاير موجود والاكسايتمنت موجود بس مش هيبقى يحصل ابدا ساتسفاكشن. فده اللي بيخلي ان هو بعد الجواز بيبقى فيه ممكن مشكله او سيكشوال بروبلم، او هي تحس ان هو شيز نوت ساتسفايد، جوزها يحس ان هي شيز فريجيد. فده اللي بيعمل شويه مشاكل. طبعا دي مشاكل سيكشوال لما هي تتجوز، لكن طبعا ايميديتلي ليهم بعض المشاكل اللي هو زي بليدنج وانفكشن وكده، وسمعتوا عن الحالات كتير قوي ممكن ان هم يحصل لهم سيفير بليدنج وانفكشن، ممكن كمان يوصل لموربيديتي ومورتاليتي، عشان دي اتس ميديكال ليجلي مش صح يعني، ومحكمه ومش عارف ايه. فبالتالي بيعملوها في اماكن تحت سلم وحاجات كده. بالظبط. فعشان كده ممكن قوي ان هو يحصل هنا منهم سواء ايرلي كومبليكيشن او ريموت كومبليكيشن بعد كده بعد الجواز. سايكولوجيكال بروبلم. ان هو في تخنيق. طب بيحصل لما يحصل جواز بيفتحوها، هو بيبقى فيه اوبننج صغيره تحت بس، يعني هي بتبقى برضو مش يعني في اوبننج صغيره تحت بس، هو لا ما بيفتحوهاش بعد لما تيجي جورنج انتركورس. مش بس هما بيتعودوا ازاي يحصل انتركورس ثرو السمول اوبننج اللي موجوده دي، لان كل الحته دي دايليتبل فممكن يحصل انتركورس ثرو. طيب الحته بتاعت الفاجينا دي بتبقى partially covered by ايه؟ partially covered في الفيرجنز باي ايه؟ الهايمن. ده بيبقى فاسكولار ستراكشر بس مش هايلي فاسكولار، يعني الفاسكولاريتي بتاعته بتبقى بسيطه او قليله. عشان كده حتى لما بيحصل ان الهايمن ده يبقى تورن ما بيبقاش فيه سيفير بليدنج، بيبقى جاست بينكش سبوتس كده اوف بلاد هي اللي بتنزل لانه الفاسكولاريتي بتاعته مش عاليه، ودي حاجه من رحمه ربنا عشان مش لما يحصل لها ديفلوريشن يبقى عندها نزيف شديد. فهو الحته بتاعت الفاجينا او الفيستيبيول ده بارشلي كفرد باي الهايمن. طب وليه بارشل؟ ليه مش توتالي؟ عشان المنستويشن، عشان منسس. بالظبط كده، ما البنات دول بيمنستويت فلازم يبقى في اوبننج وات ايفر كانت الاوبننج دي سمول اوبننج ولا كريبي فورم اوبننج ولا كيدني شيبت اوبننج وات ايفر الاوبننج دي شكلها ايه، بس عشان تالاو الباسج اوف منستويشن. بالظبط كده. طب امال لو هي كانت امبرفورت هايمن، لو الهايمن ده ما فيهوش اي بيرفوريشن ما فيهوش اي اوبننج هيحصل لها ايه؟ كريبتومنوريا. بالظبط كده، هيحصل اكيميشن البلاد ده في الفاجينا اللي هو يعمل لها هيماتوكولفس، في اليوترس هيماتوماترا، في الفالوبيان تيوبس هيماتوسالبنس، ممكن كمان ريتروجريد منستريشن اندوميتروزس. فده لو هو حصل كريبتومنوريا او امبرفورت هايمن، لان نورمالي لازم الهايمن ده يبقى فيه اوبننج. الهايمن ده بيحصل له بيبقى تورن في الفيرست انتركورس، والرمننس اوف ذا هايمن دي بيسموها كارنكلي مايريتي فورمز. موجوده الاسم موجود في الكتاب كارنكلي مايريتي فورمز، ده الرمننس اوف ذا هايمن بعد السكشوال بعد السكشوال انتركورس. ساعات بيبقى الهايمن ده فيري رير يبقى الاستيك، اللي هو يعني مش يبقى تورن بس مجرد ان هو يبقى دايليتد والاستيك ديورينج انتركورس ويرجع تاني مكانه، بس ده بيبقى تورن ديورينج فاجينال ديليفري لان في بيبي نزل هنا، فبالتالي ده حتى الالاستيسي بتاعته بيبقى تورن ديورينج فاجينال ديليفري. فده بالنسبه للبراس بيكتشر بتاع الفالفا، ان هو عندنا فوق المونز فينيريم دي اللي هي الباد اوف فات كفرد باي هيري سكن وسوات وسيبيشيس جلانز عند السيمفيسيس بيوبس، بعدين ينزل من اللاترال تو ميديال عندنا الاثنين ليبيا ماجورا برده نفسها زي المونز فينيريم برده كفرد باي فيها فات وفيها هيري سكن وسوات وسيبيشيس جلانز. ميديال ليهم في الليبيا ماينورا اللي هم ما فيهمش ولا سوات ولا سيبيشيس جلانز ولا فات ولا هات. وبعدين في الميد لاين ستراكشر اللي هو الكليترس اللي هو ايكويفالنت للبينس في الميلز، وده بيبقى فيه الكوربورا كافرنوزا عشان وقت السكشوال اكسايتمنت هو اللي بيحصل له ان هو بيبقى تيرجت او بيبقى بيكبر.
وبعدين بعد كده عندنا الفستيبيول في النص. الفستيبيول ده اللي هو الاوبننج بتاعه الفاجينا، بارشل بارشل بيبقى كفر بالهايمن اللي بيبقى تورن باي سكشوال انتركورس. وعندنا ورا بوسترولاترال في الليبيا ميجورا في البارترين جلانز اللي هي بتوبن جوه الفاجينا اللي هو الاند اوف ذا فاجينا، ووظيفتها ديورنج سكشوال اكسايتمنت بيحصل سكريشن فبيعمل لوبليكيشن ديورنج انتركورس عشان ما يبقاش عندها ديسبارونيا. فده الجراس اناتومي بتاع الفالفا. في سؤال هنا، طب ايه الميكروسكوب يعني الهيستولوجي؟ ما الجراس ده اللي احنا بنشوفه، ما الهيستولوجي بتاعنا ايه؟ السكين ده اللي هو ايه؟ سكويموس ستراتيفايد سكويموس كيراتينايز ولا نان كيراتينايز؟ كيراتينايز ده جلد ده من بره، كيراتينايز هو كيراتينايز ستراتيفايد سكويموس ابيثيليوم. كل اللي احنا اتكلمنا عليهم دول ستراتيفايد سكويموس ابيثيليوم ولا في حاجه؟ لا بس مش كيراتينايز. الليبيا ماينورا كيراتينايز ولا نان كيراتينايز؟ هي كيراتينايز، هو طالما جلد يبقى كيراتينايز، هي جلد خلاص. امال ايه اللي مش ستراتيفايد سكويموس ابيثيليوم؟ الفستيبيولا الميكوزا اللي جوه فده نان كيراتينايز لانه زي الفاجينا، فنان كيراتينايز ستراتيفايد سكويموس ابيثيليوم لان الفاجينا نان كيراتينايز ستراتيفايد سكويموس ابيثيليوم. طيب ايه تاني من من الستراكشرز اللي انا قلت عليهم دول مختلف؟ يعني انا اتكلمت عن مونس فينيريوم والليبيا ماجورا والليبيا ماينورا والكليترس والبارثرين جلاند. البارثرين ايه؟ لا البارثرين جلاند نفسها، البارثرين جلاند نفسها اللايننج بتاعها ايه؟ كده خلصنا الابيثيليوم كله. في فاضل واحده اللي انتوا ما قلتوهاش، عشان كده كان الجونوريه ليها سنسيتيفيتي لنوع معين من الابيثيليوم، عشان كده الترانزيشن بالظبط كده، ترانزيشن زي اليورينري تراكت، ترانزيشن زي اليورينري تراكت. فالبارتولين من كل اللي احنا قلناهم دول كلهم في الهيستولوجي ستراتيفايد كيمس ابيثيليوم، ما عدا البارتولين هي ترانزيشنال ابيثيليوم زيها زي اليوريتر والكيدني ومش عارف اليورينري بلادر واليوريثرا والحاجات دي ترانزيشنال ابيثيليوم. طب ازاي انه يبقى فيه حاجه من دول زي اليورينري سيستم؟ الامبريولوجيكال اوريجين اللي هنتكلم عليه كمان شويه، لانه في الميزونافريك داكت والباراميزونافريك داكت بيطلعوا مع بعض في نفس التوقيت، فلو حصل في اناماليز في واحده الثانيه برده ممكن يبقى فيها اناماليز. وهنا عندنا البارتولين جلاند دي ستراتيفايد سكويموس سوري ترانزيشنال ابيثيليوم زيها زي اليورينري سيستم. فده بالنسبه للهيستولوجي او للميكروسكوبيك بيكتشر بتاعتك. طب ايه البلاد سبلاي بتاع الفالفا؟ احنا عندنا مفيش في الجسم غير اورطة الابدامن الاورطة، خلاص ثوراسيك ابدامن الاورطة، وبعدين بعد كده لما بتنزل البلفس الاورطة دي بتاع بيبقى اسمه ايه؟ اسمه ايه الارتري لما الاورطة تنزل البلفس؟ كمان ايلياك ارتري. الكمان ايلياك ارتري، طب الكمان ايلياك ارتري ده هيدينا ايه؟ الانترنال ايلياك للانترنال بلفيك اورجنز خلاص، والاكسترنال ايلياك اللي هو لما يعدي الانجوينال ليجمنت هيبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه فيمرال ويدينا الليمب. دي سهله جدا، ده هو ده الارتري بتاع، ما عندناش غير الاورطة الابدان الاورطة تنزل في البلفس يبقى اسمها كمان ايلياك خلاص. الكمان ايلياك ده بيفركيت للاكسترنال ايلياك اللي هيبقى فيمرال ويدي اللور ليمبس، والانترنال ايلياك اللي هيخش يدي كل الانترنال بلفيك ستراكشرز. طب احنا بالنسبه للنساء البلفيك ستراكشرز بتاعتنا اللي احنا بنتكلم عليها ابدانل ولا بلفس؟ بلفيك ولا ابدانل؟ ما عدا الاوفري. فبالتالي كل اي اورجن اقول لك ايه البلاد سبلاي بتاعه هتقول لي ايه؟ الانترنال ايلياك ارتري بالظبط كده، مش اكسترنال لان انا مش بتكلم على اللور ليمب، فهو لازم هيبقى انترنال ايلياك ارتري هيسبلاي كل الاورجنز بتاعتنا بتاعه البلفس ما عدا الاوفري اللي هو هيسبلاي هو اساسا ابدامن الاورجن، فهيبقى سبلاي ب من الاورطه من الابدامن الاورطه بالظبط كده. فاي حاجه من دول او اسالك عليها هو ده ايه؟ ده هيبقى، طب ما ده بلفيك ستراكشر، ده بره ده الشارع، ده هيبقى مين ده؟ ايلياك اللي هو الكونتينيويشن بتاع الانترنال ايليك، لان لسه خلي بالك ده فاجينا وبعدين بعد كده فالفا، فالكونتينيويشن او الاند بتاع الانترنال ايليك اللي بنسميه انترنال بيدندل. انترنال بيدندل، برافو يا مينا. انترنال بيدندل ذكرى كمان، انترنال بيدندل ارتري. فا اتس ايزي البلاد سبلاي، وطبعا الارتري الفينز بيفولو الارتري فسهله. فيعني احنا كده دلوقتي كل الاورجنز اللي احنا كاتبينها دي لازم تبقى انترنال ايليك ارتري. هو ده الفالفا، الكونتينيويشن بتاع الانترنال ايليك اللي هو اخر الانترنال ايليك اسمه انترنال بيدندل، هو ده اللي بيسبلاي الفالفا. لكن يجي للفاجينا اليوترس الفالوبيان تيوبس كل الحاجات دي هتبقى من الانترنال ايليك ارتري كويس، ما عدا طبعا الاوفري لان هو اساسي امبريولوجيكالي ده ابدامنال اورجن، فده اللي هيبقى سبلاي بالابدامنال اورجن.
بلاد سبلاي صح ما فيهوش حاجه بلاد سبلاي. والفينز طبعا بيفولوا الارتري، يعني لو هو انت اليك ارتري انت اليك فين، يعني مش عارف تراين ارتري تراين فين، اوفيريان ارتري اوفيريان فين، يعني الفينز بيفولوا الارتريز بتاعتك. طب ايه الليمفاتيك درينج بتاع الفالفا؟ الليمفاتيك درينج ليمف نودز انجوينال انجوينال ليمف نودز الانجوينال. على فكره الكلام ده كله يعني موجود كان في الكانسر في الانكولوجي لما اتكلمنا على الفالفا والفالفا الكارسينوما والكلام ده مش كده زمان قوي. انتوا بتعملوا ايه دلوقتي؟ حجر صح، ولا عندكم غياب ولا عندكم نزول ولا عندكم اي حاجه؟ الواحد بينام 10 ساعات يصحى برضه نايم تاني، حاجه صعبه جدا جدا. طب هنعمل ايه؟ بذاكر اكتر من كده في الدراسه بالظبط بالظبط، بس عشان فاهمين ان هو النزول ده مش هو ده اللي بيعطل خالص، بالعكس احنا متعودين ان احنا نشتغل اندر ستريس، لكن لما نبقى اندر فيري ريلاكس اللي هو كده انت ما عندكش اي بوش او اي ارج انك تخلص اي حاجه في اي حاجه، ففين التارجت يعني مش موجود التارجت، مفيش تارجت خالص والله، هي دي مشكله. على فكره اليوم الثلاث الجاي انا كل ثلاث هعمل لكم زوم انتر اكتف، خلاص الثلاث الجاي هتبقى على الابس كله، يعني الامتحان هينزل النهارده بتاع الابس كله، والكي انسر هيبقى يوم الاحد، والثلاث فالابس كله كم سؤال يا دكتور؟ 120 اوكي، فعلى الابساتريكس كلها، وبعدين هيبقى في امتحان ثاني وثالث على الابساتريكس برده كلها، يعني عشان نبقى الابساتريكس خلصناها وبعدين نخش في الجايني، وبعد ما نخلص الجايني نبقى ابس اند جايني على بعض ماشي، بس عشان نقرا الحاجات اللي فاتت دي، نقرا الحاجات اللي فاتت. فده بالنسبه للفالفا. في سؤال في الفالفا، ايه الابلايد اناتومي؟ يعني ايه المشاكل اللي ممكن تبقى موجوده هنا فبحيث لازم نبقى عارفينها؟ البارتولين البارتولين لو حصل اوبستراكشن للدكت بتاعت الجلاند دي تعمل لنا بارتولين سيست، اللي هي لو انفكتد تبقى انفكتد بارتولين سيست، ولو عملت ابسس تبقى بارتولين ابسس. ايه التريتمنت بتاع البارتولين سيست؟ مارسوبلايزيشن. طب والانفكتد بارتولين سيست؟ اكسيجن ودرينج. انسيجن ودرينج. Infected Bartholin cyst. لا infected antibiotics بالظبط. Infected ندي antibiotics ويبقى الفيت بتاع حاجه من الاثنين، يا اما تتحول لبارثولين سيست نعملها مارسوبيلايزيشن، يا اما الانتيبيوتيك ما تجيبش نتيجه لو الايمنج بتاعتها قليله يبقى بتبتدي تحول لبارثولين ابسس ونعمل لها درينج. بالظبط كده بالظبط كده. فهو التريتمنت بتاع بارثولين سيست مارسوبيلايزيشن، بارثولين ابسس انسيجن اند درينج. طب امال الانفكتد؟ لا الانفكتد دي ده ديفيوز انفلاميشن، فلازم ادي لها انتيبيوتيكس ونشوف الريسبونس، يا اما يبقى بروبر ريسبونس وتتحول لسيست فنتريت، يا اما لا فتتحول لابسس فنعمل درينج للابس. طب دي حاجه. ايه تاني ممكن يحصل؟ الهايمن ممكن يبقى امبرفورت ويعمل لي كريبتو منوريه، دي هيبقى عندها سيكندري سيكشوال كاركترز ولا لا؟ عادي فاندم هيبقى برايمري او اكتشوالي كريبتو منوريه، لان هي ما عندهاش امنوريه، ده في منسس بس كريبتو او هيدن منستريشن. طيب وايه تاني؟ ايه تاني من اللي احنا قلناه ده برده ممكن يعمل يبقى في مشكله؟ اللي احنا خدناه بقى اللي هو الليبيا اي انفكشن يعني يعني ممكن يبقى في عندنا ابنورماليتي، بس اتس فيري يعني انا ما شفتش اساسا واحده تبقى محتاجه ان احنا نعملها فالفوبلاستي غير لو كانوا كونجنتال ادرينال هايبوبليزيا او حاجه من اللي هم عندهم امبيجوس جينيتاليا او كده، وده بيبقى سندروم. ايه تاني؟ في سيست ثانيه ممكن تطلع في المنطقه دي بتاعت الراوند ليجمنت. الراوند ليجمنت اسمها ايه؟ انت اللي قلته، انا كان قصدي على سيست غير دي بس شغال. الراوند ليجمنت لان هو ساعات بينزل معاه بيريتونيال فولد، فلو حصل في البيريتونيال فولد ده شويه ميه اتجمعوا فهيعمل لي ايه؟ هيدرو سيل. ما هو هيدرو سيل طالما ساعات فيه ميه اسمه هيدرو سيل. اوف ذا كانال اوف ايه؟ كانال اوف نك. كانال اوف نك بالظبط كده، هيدرو سيل اوف ذا كانال اوف نك، ويبقى شكله زي انها هرنيا يعني. طيب ايه تاني برضه سيست ممكن تبقى موجوده في المنطقه دي؟ الجلاند اللي هي البارتولين. في بارتنر سيست دي رابنت من الولفيان دكت ممكن تبقى موجوده في الفاجينا بس مش تحت. ايه طبعا ممكن يبقى عندها هيدرا دينات سيبريتيف يعني او سيبيشس جلاندز ممكن انها تظهر ماشي، لكن لا في حاجه هنا واحنا بنعمل سيركمسيجن ممكن قوي يحصل لي سيست موجوده عشان انكلوجن، بيحصل انكلوجن اللي هي بعض السكن جوه وبعدين السويت والسيبيشس ماتيريال دي تتجمع فتعمل لي سيست. ايوه في اي حته؟ في الليبيا ولا في الماجوره ولا ماينوره ولا في الكليتوريس؟ كليتوريدال سيست. كليتوريدال سيست فممكن يبقى عندك كليتوريدال سيست بوست كمسيجن، يبقى عندك كليتوريدال سيست بوست كمسيجن، ولو حصل لانه بيخيطوا الكليتر او مكان الكليتوريس بيتخيط، فلو حصل انفاجينيشن للسكن ده جوه وهو كونتيننج سويت وسبيشس ماتيريال هيحصل سكريشن، فده ممكن يكبر او يعمل لنا انكلوجن ديرمويد سيست او يعمل لنا كليتوريدال سيست، وبيبقى التريتمنت بتاعها طبعا اكسجن لان هي دي سيست فور اكسجن. فده بالنسبه للابلايد اناتومي اللي ممكن ان احنا نشوفه. طبعا الاف جي ام اتكلمنا على الجريدز بتاعتها والسيكوال بتاعها سواء ايرلي او ليت كومبليكيشن.
الكليتوريدر سيست اللي هي بوست سيركمسيجن مكان الكليتورس، البارثولين سيست لو ابستراكشن للدكت حصل، والامبيرفورت هايمن اللي يعمل لك كريبتومنوريا. في سؤال في الفالفا؟ طيب بعد كده الفالفا دي هتؤدي الى تيوب كده لمين جوه؟ فاجينا بالظبط كده فاجينا. ده المنظر بتاع الهايمن باي فتحات في الهايمن واتيفر. طبعا ده هنا الهايمن مش موجود. ازاي عرفت ان الهايمن مش موجود؟ ازاي لما تيجي تعمل اكزامينشن لوحده تعرف الهايمن موجود ولا مش موجود؟ يعني ليه انا قلت هنا الهايمن مش موجود؟ لو انت شايف الريفيو بتاعت الفاجينا دي مفيش هايمن، يعني بص هنا انت مش هتقدر. ده هنا يعني انيولر بس يعني الهايمن هنا يمكن يبقى واسع شويه. هنا اول هايمن موجود، هنا كريبيلفورم هايمن، هنا انت شايف الريجي بتاعت الفاجينا. فانت طالما انت شايف كمان الريجي بتاعت الفاجينا بالذات البوستيريور ريجي اوف ذا فاجينا يبقى كده انت ما عندكش الهايمن او الهايمن هنا مش موجود. علوم دكاتره النساء عمرهم ما بيكتبوا، يعني اتس نوت اور جوب ان احنا نكتب لو جات لنا واحده فور تيست اوف فيرجينتي ان هو الهايمن موجود ولا مش موجود. دي مش شغلتنا، ده الفورنسيك. فانت ممكن تقول لها اورالي، طبعا لازم يبقى معاها مامتها او حد كده معاها، وطبعا الشبران اللي هي النيرس لازم تبقى موجوده في اي اكزامينشن كويس. لكن مش بتكتب لها دوكيمنت، اللي بيكتبوا دوكيمنتس اللي هم الطب الشرعي او الفرنسيك. لكن احنا كنساء مش بنعمل فيرجينتي تيست اورال. يعني لو هي عايزه تعرفها ماشي، بس انت لازم تبقى عارف طبعا وانت بتاكزامن، لان انت لازم تعرف الليبيا اللي قدامك دي اذا كانت نورمال ولا ابنورمال وايه الابنورماليتي اللي موجوده. فعشان كده احنا لازم نشوف النورمال عشان بعد كده لما نشوف الابنورمال نتعرف عليها. نيجي بقى للفاجينا اهو. الفاجينا اهي التيوب دي كويس اللي هي بتبقى انتيريرلي باوندد بايه؟ لا انتيريور ريليشن اوف ذا فاجينا قصدي اليور البلادر وتحت البلادر بالظبط كده. هي باوندد انتيريرلي باي اليوريثرا وهي اليورينري بلادر. ده الانتيريور ريليشن اوف ذا فاجينا. طب ايه البوستيريور ريليشن اوف ذا فاجينا؟ الريكتوم. الريكتوم في الميدل بارت ولا في اللور بارت ولا في الابر بارت؟ فكروا كده في البرولابس، يعني فكروا في البرولابس. على فكره الحاجات دي كلها يعني خدناها قبل كده، خدتوها طبعا في الاناتومي بس ده من الماضي الصحيح، وخدتوها في النساء، خدتوا الكلام ده كله في النساء. في الابر بارت في الابر بارت اوف ذا فاجينا. دي الابر بارت اوف ذا فاجينا باوند يعني باوندد او ريليتد للدوجلاس باوتش. الدوجلاس باوتش ده فيه حاجه ولا ما فيهوش حاجه؟ نورمالي الدوجلاس باوتش ده فيه حاجه؟ لا نورمالي ما فيهوش حاجه. ده بالعكس، ده لو بقى فيه سمول انتستين بنسميها ايه؟ انتيروسيل. بالظبط ده ابنورمال ان هو يبقى فيه انتيروسيل، لكن نورمالي الدوجلاس باوتش ده ما فيهوش حاجه. فالابر بارت ابر بوستيرير بارت اوف ذا فاجينا باوندد بالدوجلاس باوتش اللي هو نورمالي امتي. طب الميدل بوستيرير فاجينا باوند يعني ايه الريليشن بوستيرير ريليشن بتاعه؟ ايه البوستيرير ريليشن بقى؟ بوستيرير ريليشن ايه هنا؟ الريكتم بالظبط كده. طب امال اللور بارت اوف ذا فاجينا باوندد باي ايه بوستيرير؟ البرينيل بادي بالظبط كده. فاحنا عندنا الفاجينا دي ليها انتيريور رول وبوستيريور رول. الانتيريور رول ده باوندد اباف باي اليورينري بلادر وبيلو باي اليوريثرا. البوستيريور رول باوندد باي اباف الدوجلاس باوتش وميدل بارت الريكتوم واللور بارت البرينيل بادي. طب امال اللاترال؟ اللاترال بوردرز ولا لاترال وولز؟ هو المفروض مفيش يعني دول لاترال بوردرز بالظبط كده بوردرز، لان الفاجينا مش ماسوره مفتوحه كده، هي بوتنشال سبيس مقفول لما يحصل انتركورس او في الدليفري او كده هي اللي بتتفتح وديستاندبل طبعا عشان الريجي كتير اللي موجوده جواها دي. فاللاترال بوردرز بقى اوف ذا فاجينا باوندد باي ايه؟ اللاترال بوردرز بتوع الفاجينا من فوق لتحت. فوق في ايه؟ ايه اللي ريليتد ليه الفاجينا الانجلز؟ ها في ليجمنت طبعا. ايه الليجمنت؟ اللاترال ليجمنت هو اسمه ايه اللي هو المين سبورت فندم؟ البرود ده من فوق. البرود ده من فوق اللي هو بيبقى كفرنج الفالوبيان تيوبس كويس وينزل. وهل البرود ليجمنت ده فور سبورت؟ هو الليجمنت اساسا ايه الوظيفه بتاعتهم؟ اي ليجمنت موجود في الجسم ايه وظيفته؟ هو حاجه من الاثنين، يا ايه يا ايه؟ يا اما سبورت وفيكسيشن يا اما بروتكشن فور الاورجنز الامبورتنت ستراكشر اللي بتعدي فيه، وبالذات ان هو بيعدوا فيه ارتريز فعلا. اوكي فارتريز وفينز وممكن امبورتنت ستراكشر. طب البرود ليجمنت ده وظيفته ايه؟ هل هو هنتكلم عليه من دلوقتي على طول، هل سبورت ولا بيباس فيه امبورتنت ستراكشرز؟ بيباس فيه فيري امبورتنت ستراكشر. خلاص فيري امبورتنت اللي هو من اول التيوبس لحاجه تحت مهمه قوي دي اللي انا بتكلم عليها، لان الفاجينا من تحت باوندد باي ايه لاترالي يوريتر. وما ينفعش اقول يوريتر غير لما اقول معاه حاجه ثانيه على طول. اسم الارتري اللي بيعدي مع اليوريتر
لا لا بجد من غير ولا اسندنج ولا ديسندنج. اسمه البسيط. ايه الارتيك؟ احنا في النساء عندنا ايه يا دكاتره؟ احنا عندنا اتنين اورجن مبناء ما في عندناش حاجه ثانيه. ها لا الاوفيريان تفتكر الاوفيريان مش كان عندي تحت عند الفاجينا كده يا جماعه؟ الاوفيريان ده ابدامنا اللي هيعدي. ايه اللي جابه في الشارع؟ بس مينا الحته دي كلها تتشال وتطلع. طبعا اليوتراين ارتري واليوريتر ده في ريليشن بينهم وثيقه جدا اللي هي ايه؟ الووتر اندر ذا بريدج. ان الووتر اليوريتر الميه اليورين بيعدي تحت البريدج اللي هو اليوتراين ارتري. فطبعا اللاترال فاجينال وول دي عندنا ووتر اندر ذا بريدج او اليوتراين ارتري واليوريتر, ودي ريليشن شهيره جدا ومهمه للغايه. احنا قلنا مين اللي تحت اليوريتر ولا اليوتراين ارتري؟ ووتر اندر ذا بريدج. يبقى مين اليوريتر تحت؟ اليوريتر تحت. هل دي حاجه كويسه ولا حاجه وحشه ان اليوريتر هو اللي يبقى تحت اليوتراين ارتري؟ يعني هو كده صح ولا العكس؟ كان يبقى احسن اكيد. حلوه اكيد, حاجه حلوه ده ربنا عاملها اكيد. حاجه ليه بقى حاجه حلوه برده؟ وقلناها برده في البرولابس على فكره. لو جبت شريط البرولابس هتلاقيها موجوده, لو جبت الريكورد بتاع البرولابس هتلاقيه موجود. ها ليه اليوريتر؟ ليه اليوريتر تحت؟ هو اليوريتر ده بي اند فين؟ عشان لما في البلادر. طب انا لما اعمل ديسكشن وانزل البلادر ايه اللي هيحصل؟ يبعد اليوريتر عن اليوتراين ارتري. فاقدر ساعتها ان انا اكلامب اليوتراين ارتري من غير ما اعور اليوريتر. لو كان العكس ان اليوريتر هو الموجود فوق, كنت مهما نزل البلادر ما هينزل معاه الارتري, مع على طول هيكورليتر لبعض, ما لازم هعور اليوريتر. فعشان كده ووتر اندر ذا بريدج فعلا, لان الووتر اول ما تنزل اليوريتر والديسكت بلادر داون بينزل معاها اليوريتر, فبالتالي يبعد اليوريتر عن اليوتراين ارتري اللي انت عايز تعمل له كلامبنج وانت بتعمل هيستركتومي. اوكي, فتاني هنتكلم على ايه؟ بنتكلم على الريليشنز بتاعه الفاجينا. قلنا الانتيرير ريليشن, انتيرير وول بتاعه الفاجينا ايه الريليشن بتاعتها, فصير وول اوف الفاجينا ايه الريليشن بتاعتها. جينا على اللاترال بوردر, قلنا عايزين نعرف اللاترال بوردرز بتاعتنا. اول حاجه ايه؟ لاترال تو ذا فاجينا الانجل عندنا اليوريتر اند يوتراين ارتري بالريليشن الشهيره بتاعتهم اللي هي ووتر اندر ذا بريدج. طب بعد كده الفاجينا ريليتد لمين برده؟ لاترال واحنا نازلين لحد تحت خالص. هي ايه اخر حاجه طب ريليتد ليها الفاجينا عشان انتوا لسه عارفينها دلوقتي بس قايلينها؟ يعني اخر ريليشن تحت للفاجينا خالص في الشارع ايه اللي بي اوبن في الفاجينا من تحت؟ ها الاوبننج. ايوه الاوبننج. ايه اللي بي اوبن في الفاجينا من ناحيتين اللاترال؟ الدكت بتاعه البارثورين جلاند بالظبط كده. فانا عندي فوق عندي اليوريتر واليوتراين ارتري, عندي تحت خالص الدكت بتاعه البارثورين جلاند. طيب بعد اليوريتر واليوتراين ارتري في ايه تاني ريليشنز موجوده هنا؟ في ماسلز موجوده هنا اكيد, في ماسلز اللي هي مين؟ البلت فلور ماسلز. الفيديوهات دي تمام انا مش هرفعها دي بس يا جماعه في حاجه اسمها الديب برينيال ماسلز والسوبرفيشال برينيال ماسل. الديب برينيال ماسلز اللي هم اللي هي اسمها ايه, او اللي هي البلفيك فلور دافرام الماسل الكبيره دي اسمها ايه؟ الليفيتور ايناي. الليفيتور ايناي بالظبط كده. يبقى الفاجينا ريليتد لللاترال بوردرز بتوعها من فوق لتحت اليوريتر واليوتراين ارتري, وبعدين الديب برينيال ماسلز اللي هي الليفيتور ايناي او البلفيك دافرام, وبعدين بعد كده السوبرفيشال برينيال ماسلز اللي هي فيهم بالبو كافرنوزس واسكيو كافرنوزس والحاجات دي. اوكي, فده اللاترال ريليشن. وفي الاخر خالص البارثورين جلاندز الاوبننج بتاعه الدكت بتاعه البارثورين جلاندز اللي هي بتوبن في الفاجينا. فدي اللاترال ريليشن بتاعه الفاجينا او اللاترال بوردرز اوف الفاجينا. يبقى احنا بنتكلم على الجراس بتاع الفاجينا, دي عباره عن زي تيوب كده. اللنث بتاعها قد ايه؟ 7 ل 10. من 7 ل 10. من 7 ل 10. يعني ايه من 7 ل 10؟ يعني ممكن تبقى 7 وممكن تبقى 10 ولا ايه؟ هي عاديه بين الناس مثلا. هل الانتيرير وول اوف ذا فاجينا البوستيرير وول نفس اللاتر؟ اه الانتيرير اقصر. ليه الانتيرير اقصر؟ عشان السيرفكس بالظبط كده بيدخل بيبقى بينسرت فيها, فبالتالي الانتيرير وول اوف ذا فاجينا از شورتر ذان ذا بوستيرير وول. عشان كده بنقول 7 على 10, يعني 7 انتيرير وول و10 البوستيرير وول اوف ذا فاجينا. والبوستيرير فورنكس فعلا هو اللي بيبقى فيري ديب. عشان كده لو هنيجي نعمل مثلا كالدو سنتيسز كولباتومي, يعني نعمل اي اوبننج او سايت ريتريفل, يبقى ثرو ذا بوستيرير فورنكس. وبرده الانتركورس بيحصل في البوستيرير فورنكس لان هو ده مور ديب. فده بالنسبه للانتيرير للفاجينا انتيريرلي وبوستيريرلي. ايه الانتيرير ريليشن اوف ذا فاجينا؟ upper part urinary bladder واللور اليوريثرا. طب ايه posterior relation of the vagina؟ upper part اللي هو upper part Douglas pouch, وبعدين الميدل
الريكتوم الريكتوم بالظبط كده واللور البرينيال بادي. طب واللاترال بوردرز اوف ذا فاجينا اليوتراين ارتري اليوريتر واليوتراين ارتري بالريليشن بتاعتهم. وبعدين الليجامنت تحت خالص الدكت. وبعدين في الليجامنتس اللي هي الماكن رودز او اللاترال سيترال او الكاردينال ليجامنتس, ودي المين سبورت بتاع اليوترس والسيرفكس والفاجينا. وبعدين بعد كده عندنا المسلز بالظبط اللي هي الديب الليفيتور اناي, وبعدين السوبرفيشال برينيال مسلز. فهم دول الجراس باقي الريليشنز بتاعتهم الانتيرو بوسيرو ولاترال بوردرز اوف ذا فاجينا. الريليشنز بتاعتنا ايه جراسلي, يعني لما تفتح العيانه او تبقى في بطن العيانه او كده, ايه الريليشنز بتاعت الفاجينا. طيب ايه الهيستولوجي بقى اللايننج بتاع الفاجينا ده؟ الفاجينا ستراتيفايد سكويمس ستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم كيراتينايزد ولا نان كيراتينايزد؟ نان كيراتينايزد. هاي المهال ممكن يبقى كيراتينايزد لو حصل برولابس بالظبط كده, ويبقى اكسبوزد لبره, يعني سيفير ديجري اوف فاجينال وول برولابس وانتيرور او بوستيرور وبقى اكسبوزد, يبقى ساعتها ممكن يحصل كيراتينايزيشن للستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم ده. فده بالنسبه لللايننج. وطبعا هو بيعمل ريجي كده بتاعه الفاجينا, ودي اللي بتخليها فيري ديستندبل اورجن ديورينج انتركورس طبعا وديورينج فاجينال ديليفري. يعني بتلاقي البيبي اللي هو 50 سم طوله نازل من الفاجينا عشان هي ديستندبل اورجن. فده بالنسبه للبراس والهيستولوجي او الميكروسكوبي بتاع الفاجينا. ايه البلاد سبلاي بتاع الفاجينا؟ بالظبط فاجينال ارتري اللي هو بيجي من الانترنال ايليك ارتري. يعني كلهم بيتسموا باسم الاورجن اللي هو جاي من الانترنال ايليك, فهو فاجينال ارتري اللي هو جاي من الانترنال ايليك ارتري. والفينس درينج فاجينال فين برضو اللي هو بيدرين في الانترنال ايليك, فهو البلاد سبلاي بتاعه كلهم هيبقوا انترنال ايليك. ايه الليمفاتيك درينج بتاع الفاجينا؟ هيبقى الحته اللي تحت هتفولو فالفا هتبقى انجوينال, والحته اللي فوق هتفولو السيرفكس. وتبقى فين؟ في سيرفايكال. السيرفايكال ليهم برايمري وسكندري, وهنتكلم عليهم دلوقتي. اللي هو برايمري ليمفاتيك درينج, البرايمري ليمف نودز والسكندري ليمف نودز. برايمري اللي هو ممكن يروح في الاوبتيريتور واللاترال سيكرا كده والاكسترنال ايليك, والسكندري اللي هو يروح بقى للكومن ايليك والانترنال ايليك ليمف نودز. فهو الابر بيفولو السيرفكس بالليمفاتيك درينج بتاع السيرفكس اللي هو موجود في الكانسر سيرفكس, واللور بيفولو الفالفا اللي هو الانجوينال ليمف نودز, والميدل بارت انترنال ايليك ليمف نودز. يعني كلهم في الاخر بيروحوا للانترنال ايليك بس بديفرنت ويز, لان هم سبلايد اساسا بالانترنال ايليك ارتر. طيب ايه الابلايد اناتومي بقى بتاع الفاجينا؟ الفاجينا دي ممكن يحصل فيها ايه؟ اول حاجه لسه انتوا قايلينها دلوقتي برولابس وانتيرور برولابس اللي بنسميه ايه؟ انتيرور برولابس اللي بتاع اليوريثرا وكده يعني. ايوه اسمه ايه؟ انتيرور برولابس. لا مش للدرجه دي. انتيرور برولابس يا جماعه اسمه ايه؟ انتيروسي. لا لا يوريثروسيل كده يا دكتور. ايوه طب ما انتيرور برولابس اللي هو ممكن يبقى اسمه ايه بقى؟ البلادر لو حصل لها برولابس دكاتره مع الانتير فاجينال يقول يبقى اسمه ايه؟ سمعت على السيستوسيل قبل كده؟ سيستوسيل ويوريثروسيل او سيستو يوريثروسيل, ده الانتير فاجينال وول برولابس. اوكي طب البوستيرور فاجينال وول برولابس هما انتيروسيل لو فوق خالص والانتستين كانت موجوده, والميدل بارت يبقى اسمه ايه؟ ركتوسيل. ولو الميدل لو اللور بارت هو اللي بقى فيه برولابس او ديفيشنت يبقى اسمه ايه؟ عشان كده انا قلت او ديفيشنت يبقى اسمه ايه؟ برينيال ديفيشنت. ديفيشنت برينيال بالظبط كده. فاحنا عندنا الابلايد اناتومي بتاعنا لو عندنا انتيرير وول برولابس للفاجينا, فالانتيرير وول دي ممكن تنزل مع البوستيرور وول اوف ذا يورينري بلادر بنسميه سيستوسيل, او البوستيرور وول بتاع اليوريثرا اللي هو اليوريثروسيل او سيستو يوريثروسيل, ده الانتيرير وول. طب البوستيرور وول, البوستيرور وول ده ممكن الابر بارت اللي هو الانتيروسيل, او الميدل بارت اللي هو الركتوسيل, او اللور بارت اللي هي بتبقى عندها ديفيشنت برينيال ما بيبقاش 5 سم لما تشوفها في اللايثوتومي بوزيشن. طيب افرض ان هي عامله هيستريكتومي, لو حصل برولابس بنسميه ايه؟ لو الست دي عامله هيستريكتومي حصل برولابس, ايوه بولت برولابس بالظبط كده بولت برولابس. فممكن اول ابلايد اناتومي عندنا اللي هو برولابس سواء للانتيرور وول بوستيرور وول, او لو هي عامله هيستريكتومي للبولت اوف ذا فاجينا. ايه تاني ابلايد اناتومي للقصه دي؟ ممكن بلاستي بقى, ممكن بلاستي الاول افندم؟ بلاستي. لو هي يعني فاجينا بلاس, لو هي ايه لو هي مش موجوده الفاجينا, هي ممكن الفاجينا كلها تبقى مش موجوده؟ لا احنا شلنا احنا
يعني الفيستولاس بين لو حصل فيستولا بذلك فاجاينا فيستولا او كده. طيب الفاجاينا دي الاوريجين امبريولوجيكال اوريجين بتاعها ايه؟ الابر بارت دي مع اليوترس اللي هو اسمها ايه بقى اسمها ايه اللي بيطلع منها الفاجاينا يا دكاتره؟ ايوه يعني ايه الضغط دي بقى هنتكلم عليها على طول في سيكشوال ديفرنشيشن. موليريان ضغط بالظبط كده. فلو حصل موليريان اجانيسيس الموليريان اجانيسيس ليه اسم سيندروم كده في الموليريان اجانيسيس اللي هو ايوه ماير كيتاسكي كوستر هاوزر سيندروم. لو هو عندنا فاجينا يعني الموليريان اجانيسيس هتبقى الابر بارت اوف ذا فاجينا مش موجوده برده, فبالتالي يبقى الست دي تجيلك بايه؟ امينوريا. بامينوريا سيكندري سيكشوال كاركترز موجوده ولا لا؟ موجودة طبعا الاوفرز موجودين. الاوفرز ده امبريولوجي تاني خالص موجودين. فطبعا سيكندري سيكشوال كاركترز موجوده بس عندها امينوريا. هل عندها كريبتومينوريا ولا عندها امينوريا؟ امينوريا ده برايمري امينوريا ده مفيش يوترس اساسا. فهي دي امال تجي لك بمشكله ايه غير البرايمري امينوريا؟ سيكندري سيكشوال كاركترز هي جايه تشتكي من مفيش امينوريا اصلا. ايوه جايه ببرايمري امينوريا وايه؟ وديسبارونيا عشان اللانس بتاع الفاجينا بقى قصير قوي. فتيجي تشتكي من ديسبارونيا هي دي اللي نعمل لها فاجينوبلاستي او نعمل لها اوبريشن كده اللي هي لانثنينج اوف ذا فاجينا اسمها ماكيندو اوبريشن. ماكيندو اوبريشن اللي هو بنعمل لها فاجينوبلاستي ونزود اللانس بتاع الفاجينا. فالابلايد اناتومي بتاعنا ان هو ممكن يبقى عندنا برولابس الانتيريور بوستيريور فاجينا وول, ممكن تبقى ابلاستيك ابر بارت اوف ذا فاجينا اس بارت اوف الماير وكتاسكي كوستر هاوزر سيندروم, ودي ممكن تحتاج ان احنا نعمل لها ماكيندو اوبريشن. طيب طالما الامبريولوجيكال اوريجين بتاع الابر واللور فاجينا از ديفرنت في الاخر بيحصل فيوجن ليهم, فممكن يبقى عندي لو ما حصلش كومبليت فيوجن اند كانالايزيشن بالذات الكانالايزيشن من الابر فاجينا اند لور فاجينا ينتج عنه ايه؟ ترانسفيرس فاجينا سيبتوم اللي هي تيجي تشتكي من ايه العيانه؟ الديسبارونيا برضو او لا كريبتومينوريا. كريبتومينوريا من الاول من هي بنوته تيجي تشتكي من كريبتومينوريا لان انت عندك برضو بيحصل منسس بس بتاكيوميليت في الابر بارت اوف ذا فاجينا يبقى عندها هيماتوكولبس. وهيماتوكولبس تيجي انت تعملها اكزامينشن تلاقي فيه هايمن وما فيش عندك بلاد مش زي الامبيرفكت هايمن اللي هو بلوش بقى بلجنج وكده, لا خالص الهايمن نورمال وانت وراه مش شايف دم ولا حاجه لان ده ترانسفيرس فاجينا سيبتوم. فتشوفه بقى باي الترا ساوند ان هي عندها هيماتوكولبس وهيماتوميتراك. فممكن ده لو عندنا ترانسفيرس فاجينا سيبتوم ممكن يبقى فيه لونج تيرم سيبتوم. ليه ممكن يبقى فيه لونج تيرم سيبتوم؟ هو احنا الاوريجن بتاعنا وان اور تو موليريان داكس اثنين تو موليريان داكس لازم يحصل بينهم فيوجن اند كانالايزيشن. لو حصل فيوجن من غير الكانالايزيشن بينهم فيبقى عندنا لونجيتيونال فاجينا سيبتوم. يعمل كريبتومينوريا لونجيتيونال فاجينا سيبتوم ده؟ لا ما يعملش. امال يعمل لها ايه؟ ديسبارونيا. ممكن يعمل لها ديسبارونيا ما يخلفش يعمل لها ابورشن او انفيرتيليتي لو اليوترس مش لو اليوترس لا هو هيبقى معاه اليوترس ولا لا؟ قال لي لا يعني يعني هو الكانالايزيشن انفيوجن بيحصل من تحت لفوق ولا من فوق لتحت؟ هو بيحصل كله يعني اقوله يعني بيبدا من تحت لفوق الفيوجن كانالايزيشن ولا من فوق لتحت؟ من فوق لتحت. ليه من فوق لتحت واحنا عندنا كام تيوب؟ عندنا اثنين تيوب. طب معنى ان احنا عندنا اثنين تيوب يبقى كده فيوجن كانالايزيشن بيحصل من تحت لفوق ولا من فوق لتحت؟ هو بيتكون ما بيحصل من فوق لتحت. هو احنا عندنا في الاخر النورمال يا دكاتره كام فاجينا وكام سيرفيس وكام يوترس وكام فالوبيان تيوب؟ واحد فاجينا وواحد سيرفيكس واحد يوترس واثنين فالوبيان تيوب. يبقى بكده المنطقي انه يحصل الفيوجن كانالايزيشن من تحت لفوق ولا من فوق لتحت؟ تحت لفوق. من تحت لفوق طبعا لان انت عندك واحد فاجينا وبعدين واحد سيرفيكس وبعدين واحد يوترس وبعدين بعد كده لا فضلوا اثنين فالوبيان تيوب. فدايما الفيوجن كانالايزيشن يبقى من تحت لفوق. لو انت من الاول لقيت ان عندك سبتم في الفاجينا فمعنى كده ان من الاول خالص من بدايه فيرست ستيب ما حصلش فيوجن في وكانالايزيشن في الفاجينا, فهل ده يقول لك حاجه عن شكل السيرفكس هيبقى ايه او شكل اليوترس ولا لا؟ طبعا طبعا كله اتنينت طالما من بابه اساسا انا منعت الفيوجن انتنالايزيشن من البدايه خالص يبقى دفنت لكله اتنينت. لكن وجود سبتم في اليوترس ما يديكش اي انديكيشن عن تحت فيه ايه لانه ممكن يكون ابتدى اساسا يحصل فيوجن انتنالايزيشن بس جاء فور اني ريزن تراتوجينيك ريزن في الوقت ده وحصل انه بقى عندها سبتم او عندها بيكون يوترس او كده خلاص. فده بس يعني ازاي ان هو ايه الحاجات الابلايد بالنسبه للفاجينا. فممكن يبقى عندنا لونجيتيونال فاجينال سيبتوم ممكن يبقى عندنا ترانسفيرس فاجينال سيبتوم. اللونجيتيونال ده مش هيعمل حاجه غير ممكن يعملها ديسبارونيا وممكن لا على فكره لان كده كده الفاجينا ديستاندبل اورجن فحتى لو حصل انتركورس في بارت من الفاجينا دي فهيبقى ديستاندبل وممكن ما
هيبقاش فيه قوي ديسبارونيا. لكن لو في ترانسفير سيبتوم ده لازم تجي لك بكريبتو منوريه، ملهاش حل تاني. ما هو اساسا مفيش يعني الدنيا دي في ابستراكشن بالظبط كده او فلو تراكت ابستراكشن، فلازم هتجي لك بكريبتو منوريه. وطبعا ممكن يحصل برولابس للانتيريور رول اوف ذا فاجينا او للبوستيريور رول اوف ذا فاجينا. في حاجه اخد بالي منها وانا بعمل هيستركتومي هنا، في امبورتنت ستراكشر قلنا له ليه ريليشن مع الفاجينا دلوقتي، اليوريتر بالظبط كده. فانا بعمل كلامبنج بعد ما بعمل هيستركتومي، طب ما انا كده لازم اكلامب الفاجينا الول، لان الفاجينا انا مش بعمل لها وانا بعمل هيستركتومي، بسيب الفاجينا طبعا مش بنشيلها، احنا بنشيل اليوترس بس. فهنعمل كلامبنج للوولز اللاترال وولز اوف ذا فاجينا، او بيعدي هنا اليوتراين ارتري، بس خلي بالكم بيعدي برده اليوريتر، فناخد بالنا واحنا بنعمل هذا الكلامبنج ان احنا ما نعورش ما نعملش انجري لليوريتر. اوكي، فمهم واحنا بنعمل كلامبنج للفاجينال وولز ديورينج الهيستركتومي ما نعورش اليوريتر، لان هو بيباس هنا 1 سنتيمتر لاترال توز لاترال بوردر اوف ذا فاجينا. طبعا برضو من الفاجينا دي ممكن قوي ان احنا بنعمل كولبوتومي او كالدوسنتيسيس، لو عندك مثلا ابسس بلبيك ابسس وموجود الابسس ده في الدوجلاس باوتش، فبنعمل حاجه اسمها كالدوسنتيسيس، يعني اوبننج في البوستيريور فورنكس بالظبط كده عشان تعمل درينج للابسس ده، او حاجه اسمها كولبوتومي. برضو لو بنعمل اوسايت ريتريفل، اوسايت ريتريفل في الاي في اف والاكسي، فالاوسايت ريتريفل ده بنعمله ثرو ذا فاجينا برضو ثرو كولبوتومي، نيدل بندخلها من الفاجينا للبوستيريور فورنكس عشان نبتدي نشفط البويضات اللي موجوده في الاوفرز، العين الاوفرز بتبقى نازلين في الدوجلاس باوتش، بيبقوا موجودين بوستيريرلي وفي الدوجلاس باوتش. فدي الحاجات الابلايد. وانا بعمل بي في اكزامينشن، في حاجه في اللاترال وولز اوف ذا فاجينا بحسها، الاسكال سباين ده بيعدي هنا في نيرف مهم قوي، ممكن نعمل انستيزيا البيدندل نيرف بالظبط كده، ولو ممكن نعمل بيدندل نيرف بلوك ثرو ذا فاجينا، ان هو عند البيدندل نيرف اللي بيعدي عند الاسكال سباين. فده الحاجات الابلايد بالنسبه للفاجينا. في سؤال في الفاجينا؟ خلي بالكوا دي كلها تعتبر مراجعه، يعني الكلام ده كله تقال قبل كده، ما قلتش ولا كلمه جديده خالص، كله كلام يعني ان احنا بنريفرش المعلومات اللي عندنا اللي احنا اخذناها قبل كده. طيب نطلع فوق من الفاجينا هنلاقي ايه؟ لما نطلع فوق الفاجينا هيبقى في عندنا اورجن اسمه ايه ده؟ السيرفكس. السيرفكس ومين تاني؟ اليوترس بالظبط كده، لان هو اليوترس ده بيتكون من بادي ومن سيرفكس، يعني السيرفكس ده بارت اوف ذا يوترس. في عندنا اليوترس وفي عندنا السيرفكس. طيب هل الحجم بتاع اليوترس والسيرفكس، البادي اوف ذا يوترس والسيرفكس قد بعض ولا مختلفين، ولا في ريليشن ما بينهم؟ في ريليشن ايه هي؟ مين اكبر من الثاني؟ نورمال البادي طبعا، البادي هو اللي اكبر، احنا بنتكلم على واحده بعد البيوبرتي، البادي هو اللي بيبقى اكبر، لكن اول ما بتتولد الست بيبقى الاثنين الريليشن دي ممكن تبقى 2 تو 1 او 1 تو 1، الاثنين قد بعض. حتى لو فضلت نفس الريليشن ومفيش استروجين كويس بعد البيبر، ما فيش استروجين بيجي لها زي مثلا في التورنر او ستريت جونادز والكلام ده، بتفضل نفس الريليشن، او بنقول عليها هايبوبلاستيك يوترس، هايبوبلاستيك لان البادي بتاعنا صغير، وممكن حتى الاندوميتريوم اللي فيه يبقى نون فانكشنينج اندوميتريوم، فبالتالي حتى لو اديت لها انت ممكن هرمونز ما يبقاش هو فانكشنينج اندوميتريوم. فمهم ان احنا نبقى عارفين ان النورمال ريليشن، احنا بنتكلم على اناتومي اوف فيميل جاينت تراكت، بس الفيميل دي اللي هي بعد التشايلد بيرنج او بعد البيبرتي بيبقى شكل الاورجنز دي ايه. فاليوترس هنا بيبقى بيتكون من بادي وسيرفكس. طب البادي والسيرفكس ده في هنا بيبقى الفالوبيان تيوبس بتنسرت جوه اليوترس في حته اسمها ايه؟ الجنكشن ما بين الكورنيال اند، الكورنيال اند اوف ذا يوترس هي اللي الفالوبيان تيوب بتنسرت جوه اليوترس. طب الحته اللي بتبقى فوق الفالوبيان تيوب دي من اليوترس اسمها ايه؟ فاندس، الفاندس. والحته اللي تحت الكورنيال اندز البادي لحد ما نوصل لكونكشن كده او كونستريكشن في اللور اند اوف ذا اوف ذا بادي اسمها ايه؟ الكونكشن دي عشان نخش على السيرفايكال كانال، الاسمس بالظبط كده. فهي دي الستراكشر بتاع اليوترس، ان احنا عندنا اليوترس فيه بادي وفي سيرفكس، البادي ده بيبقى فيه انسرتد على الناحيتين الفالوبيان تيوب في الكورنيال اند اوف ذا يوترس، فبيخلي الحته اللي فوق الانسرشن بتاع الفالوبيان تيوب او فوق الكورنيال اند اسمها الفاندس، والحته اللي تحتيه اسمها البادي، والبادي ده بيبقى عنده كونستريكشن في الاخر عشان الاند في يعني يكونتينيو از السيرفايكال كانال، ده اسمها الاسمس او الانترنال اس، الانترنال سيرفايكال اس، وبعدين يبقى عندنا السيرفايكال كانال والاكسترنال اس بعد كده. فده النورمال جراس اناتومي اوف ذا يوترس. طيب هل في حاجه ريليتد للكورنيال اند؟ في structures مهمة related للكورنيال اند، او في structure مهمة related للكورنيال اند anteriorly. Anterior end of the uterus. الكورنيو دي
بينزل منها حاجه من كل ناحيه يعني ايه ليجامنت اسمه ايه الراوند ليجامنت الراوند ليجامنت بالظبط كده الراوند ليجامنت بيبقى انسرت في الكورنيال اند اوف ذا يوترس وينزل يمشي فين الراوند ليجامنت ده في الكنال في الانجواينال كانال بالظبط عشان يبقى انسرتد واند في الليبيا ماجورا بالظبط كده فهو ده الراوند ليجامنت الراوند ليجامنت خلاص فالراوند ليجامنت ده بيعدي من الكورنيال اند اوف ذا يوترس عشان يبقى انسرتد في الليبيا ماجورا طب ايه اهميته الابلايد اهميته طالما هو انسرتد في الليبيا ماجورا يبقى الراوند ليجامنت ده او الكورنيال اند اوف ذا يوترس هيبقى دريند بانهي ليمفاتكس الليمفاتكس بتاعه الليبيا برده يعني بالظبط اللي هي مين الانجواينال ليمف نودز بالظبط كده طب الحته اللي فوق البادي اوف ذا يوترس اللي هي الحته اللي فوق البادي اللي هو الفاندس ده بيفولو الاوفري بيفولو الاوفري اللي هو هيبقى دريند فين لما يفولو الاوفري الابدومينال الابدومينال اللي هي البارا اورتيك ليمف نودز وبعدين الحته بقى اللي هو البادي نفسه والسيرفكس هيبقى دريند فين الانجواينال الانترنال اليك بالظبط كده الانترنال اليك ليمف نودز يعني فعشان كده الليمفاتيك على فكره ده اندوميتريال كارسينوم ده اللي هو الليمفاتيك درينج بتاع اليوترس في الاندوميتريال كارسينوما عشان كده قلنا الفاندس ده بيفولو الاوفري اللي هو البارا اورتيك ليمف نودز الكورنيال اند عشان فيها الراوند ليجمنت وتبقى انسرت في الليبيا ماجورا ده هتفولو الليبيا الفالفا اللي هي الانجواينال ليمف نودز لكن الحته البادي اند ذا سيرفيس ده بيفولو الانترنال بلفس اللي هو الانترنال ايليك ليمف نودز دي بس عشان نبقى متخيلين التقسيمه دي ايه اهميتها ايه اهميه ان احنا نعرف ان اليوترس ده مش يوترس وخلاص لا ده ليه بارتس ليه بارتس اللي هو الفاندس اللي هو اباف الكورني طب الكورنيال اند دي برده مهمه لان ليها ديفرنت الليمفاتيك درينج كويس وليها حاجه ثانيه مهمه هنقولها والبادي والسيرفكس دول اللي هما الانترنال ايليا الحاجه الثانيه المهمه اللي بتحصل عند الكورنيال اند هو اليوتراين ارتري احنا قلنا ان هو بيجي عند اللاترال لاترال تو ذا فاجينال وول او لاترال تو ذا سيرفكس 1 سنتيمتر لاترال وبعدين اليوتراين ارتري ده بيران تورشس كورس تورشس كورس عند اللاترال بوردر اوف ذا يوترس عشان الاناستوموز هنا عند الكورنيال اند مع مين مع الاوفيرين بالظبط كده الاوفيرين اللي هو جاي منين من الابدومينال اورت من الابدومينال اورت فانت متخيل الكورنيال اند اوف ذا يوترس دي عندها اناستوموزس ما بين الانترنال ايليك وما بين الابدومينال اورتا فاخبار الفاسكولاريتي بقى في الحته دي ايه رهيبه رهيبه فانت لو جالك اكتوبيك بريجننسي في الكورنيال اند اوف ذا تيوب دي حاجه لو حصل لها رابتشر ده اكنك البليدنج هيبقى من فوق ومن تحت يعني من البلفيك من الاورت من يعني فدي حته رهيبه جدا الكورنيال اند واكستريم فاسكولاريتي موجوده فيها لان هي بيحصل عندها الاناستوموزس ما بين الاوفيريان ارتري وما بين اليوتراين اللي هو انترنال ايليك ارتري اوكي تاني بقى احنا بنتكلم على اليوترس وبنقول الجراس اناتومي اوف ذا يوترس طب جراس هو اليوترس ده طوله قد ايه وعرضه في دايمنشنز او 1 في 2 3 ايه انش بالظبط كده هو الانش قد ايه كام سنتي 2.5 1 في 2 في 3 انش يعني 7.5 في 5 في 2.5 سنتي ده اليوترس يعني ده الدايمنشنز بتاعه النورمال يوترس اللي هو 1 في 2 في 3 انش وقلنا ان هو بينقسم لفاندس والكورنيال اند والبادي وبعدين البادي ده للسيرفكس والاسمس ايه الانتيريور ريليشن اوف ذا يوترس انتيريور يوترس ده ريليتد لايه هو تحتيه اليوريترا او يبقى نايم لان هو اي في اف يعني اي في اف كل الحالات 100% اوف ذا فيميلز يعني هاف ان اي في اف يوترس مش 100% لا 95 85 85% امال 15% التانيين عندهم ار في اف ار في اف هو يبقى باصص ناحيه ورا ريتروفيرتد فلكسد لكن هو انتي فيرتد فلكسد في 85% من الستات فبيبقى باصص لقدام او نايم على قدام اللي هو نايم على مين على اليورينري بلادر فالانتيريور ريليشن اوف ذا يوترس اللي هو اليورينري بلادر طب ايه البوستيريور ريليشن اوف ذا يوترس الكولون يعني الدوبلس باوش هو المفروض ان هو امتي والانتستين بقى السمول انتستين اللي موجوده في الحته دي طيب واللاترال اللاترال اند اللاترال ليجمنت اللي فيه افندم اللاترال لاترال وولز يعني لا هي لاترال بوردرز بتاعه اليوترس ايه الريليشن بتاعته اللي هو هيبقى السيرفكس الليجمنت الكاردينال ليجمنت الكاردينال ليجمنت اللاترال لان الراوند ليجمنت ده فوق ده عند الكورنيال اند البرود ليجمنت اسمه فالبرود ليجامنت كويس ويبقى فيه اليوريتر واليوترين ارتري وفي عندنا برده الكاردينال او اللاترال سيرفايكال ليجامنت او الماكن راد ليجامنت اللي هو المين سبورت طيب وفي كمان سبورت واتكلمنا كان في الكلام ده في البرولابس من ورا لليوترس ومن قدام السيكرو بيوبو سيكرال بيوبو سيكرال ده طب واحنا في النص اليوترس راح فين ما ينفعش يبقى بيوبو سيكرال يعني يوترو سيكرال لانه من اليوترس ورا للسيكرم من posterior end of the uterus للبريوسوم of the sacrum ده اليوترو سيكرال اللي هو posterior طب anteriorly
كيوبو ايه بقى؟ كيوبو ايه؟ سيرفايكال. كيوبو سيرفايكال. كيوبو سيرفايكال ده انتيريور. كيوبو سيرفايكال لانه من الـ من الـ من الباك اوف ذا سيمفيزس بيوبس كويس للسيرفكس انتيريورلي. فاحنا عندنا كان السبورت بتاع اليوترس في البرولابس كان اللاترال سيرفايكال او الكاردينال ليجمنت او الباك اند راوند ليجمنت ده المين سبورت، يليه البوستيريور اللي هو اليوتروسيكرال ليجمنت من الباك اوف ذا يوترس للبريوسيوم اوف ذا سيكرا، يليه اللي هو الويكر بتاعهم بس برضو بيعمل سبورت اللي هو البيوبس سيرفايكال من الباك اوف ذا سيمفيزس بيوبس للسيرفكس انتيريور. اوكي فده كان السبورت او الريليشن بتاعتنا، سواء الريليشن بتاعه اليوترس عندنا بانتيريور وبوستيريور وولز واللاترال بوردرز اللي هو فيه عندنا طبعا البرود ليجمنت ده فور بروتكشن والكاردينال ليجمنت ده فور سبورت اوف ذا يوترس، بالامبورتنت ستراكشر اللي بتباس جوه البرود ليجمنت اللي هو من اول الفالوبيان تيوبس فوق والرامننس اوف ذا وولفيان داكت واليوتراين ارتري بالتورشس كورس بتاعه واللور اند اللي هو هيبقى اليوريتر واليوتراين ارتري بالريليشن الشهيره بتاعتهم اللي هي ووتر اندر ذا بريدج. في سؤال في البراس اناتومي اوف ذا يوترس، ده كلها تجميعات. طيب ايه هيستولوجي بقى؟ يعني لو جينا نبص على اليوترس ده تحت الميكروسكوب هنلاقي اليوترس ده متكون من كام ماسل لاير؟ ثلاثة. ده الماسكولوزا. طب امال في حاجه لايننج لهذه الماسكولوزا او كفرنج للماسكولوزا من جوه؟ من جوه في ايه؟ اسمه ايه اللي جوه؟ اندوميتريوم. بالظبط كده اندوميتريوم. والاندوميتريوم ده متكون من كام لاير؟ البيزل لاير والسوبرفيشال والانترميديت. انهي اللي بيحصل لهم شادنج من دول جيرنج منستريشن؟ السوبرفيشال والانترميديت، حتى دول اللي بنسميهم الاكتيف هما دول بيحصل لهم شادنج. طب البيزل لاير بيحصل لها شادنج؟ لا، ده هي اللي بيحصل منها ريجينريشن. ده بالعكس لو احنا شلناها في اوفر كراتج او تي بي اندوميترايتس يجي لها اشر مان سندروم وما يتكونش تاني اندوميتريوم ويجي لها امينوريا والانترايتراين ساينيكي او انترايتراين ادهيشن. فاحنا كده عندنا اليوترس ده في ميوكوزا اللي هي الاندوميتريوم وماسكولوزا اللي هي متكونه من ثلاثه ماسل فايبر زي ما قلتوا، وبعدين بعد كده الكفرنج اسمه ايه؟ سيروزا. السيروزا اللي هي اسمها ايه برضو؟ اندوميتريوم. وايه اللي بره يبقى اسمها ايه؟ ده بيريتون ولا لا؟ بيريتون. بيريتون اه، يبقى اسمها ايه دي؟ بيريميتريوم. بيريميتريوم لانه بيريتونيوم. خلاص. طب البيريتون ده هل بيبقى ده فيسترال ولا بارايتال الاول؟ لا ده المفروض هنا الاقيكم بتقولوا لي ازاي يعني فيسرال؟ طبعا مش على الفيسرا يبقى فيسرال. البارايتال ده اللي هو من بره خالص، لكن اي حاجه على الفيسرا يبقى هو ده الفيسرال بيريتونيوم. طب الفيسرال بيريتونيوم اللي على اليوترس ده ادرنت ولا لوس؟ ادرنت. ما عدا تحت. بالظبط كده، ادرنت في الابر بارت اللي هو عند البادي، لكن عند الاسمس والسيرفكس ده بيبقى لوس. عشان كده لما جينا اتكلمنا على السيزارين سكشن وقلنا بنعمل ابر سيجمنت واللور سيجمنت، الفرق بين الابر سيجمنت واللور سيجمنت، قلنا اللور سيجمنت ده البيريتون بيبقى لوس عليه، فبالتالي تقدر تعمل بيريتونايزيشن، ده بيقلل الادهيجنز وبيقلل الكومبليكيشنز اللي بتحصل. لكن اللي فوق دي البيريتون عليه فيري ادرنت، فانت ما تقدرش تعمل بيريتونايزيشن، هيبقى عندك رو اريا وعليها ادهيجنز وعليها كومبليكيشن وتلزق عليها الانتستين وكده. فاحنا عندنا هنا الميكروسكوبي اليوترس ده اللايننج بتاعه اسمه اندوميتريوم، اندوميتريا جلاندز اند ستروما، وبعدين اللي هو فيه سوبرفيشال وانترميديت وبيزل لاير، وبعدين عندنا الماسكولوزا اللي هي فورمد اوف 3 ماسل لايرز. ايه هم 3 ماسل لايرز دول؟ inner circle و outer longitudinal و inner middle criss cross fibers اللي هي بيعدي فيها spiral arteries، ولما بيحصل لهم contraction during menstruation او postpartum ده اللي بيقفل ال vessels اللي جواها، فبي prevent severe bleeding during menstruation و prevent atonic postpartum uterus. فده بالنسبه للماسل لايرز. وبعدين في الاخر علينا البيريتونيال كفرنج، سواء كان هذا الفيسرال بيريتونيوم ادرنت زي على البادي، او اذا كان لوسلي ادرنت اللي هو زي عند السيرفكس والريفلكشن اللي هو بيعمله. فده بالنسبه للهيستولوجي او الميكروسكوبيك بيكتشر بتاع اليوترس. في سؤال هنا، ايه البلاد سبلاي بتاع اليوترس؟ الاوفيري الاوستر يوتراين ارتري اللي هو بيطلع برده من انترنال ايلياك ارتري وبيرن، وهو بيبقى عند اللور اند اوف ذا يوترس ويرن ابورد اتورشس كورس لحد عند الكورنيال اند عشان يميت مع الاوفيريان ارتري ويعمل اناستوموس. اوكي فده البلاد سبلاي. وطبعا الفينس درينج بتاع اليوترس هو ايه؟ اكيد نفسها اللي هي ترانس. اليوتراين فين بالظبط كده اللي هو بيدرين فين اليوتراين فين ده؟ في الانترن ايليك فين. بالظبط كده، فهو اليوتراين ارتري اللي هو طالع من الانترن ايليك ارتري، والفينس درينج في اليوتراين فين اللي هو بيدرين في الانترن ايليك فين. فده بالنسبه للبلاد سبلاي بتاعنا. ايه الليمفاتيك درينج بتاع اليوترس؟ الفندس فين؟ في البارا اورتيك ليمف نودز، الكورنيال اند، في الانجوينال ليمف نودز كويس، وبقيه البادي بقى والسيرفكس في الانترن ايليك. بالظبط كده في الانترن ايليك ليمف نودز. فده بالنسبه للليمفاتيك درينج.
ايه الابلايد اناتومي بتاع اليوترس؟ هاي اليوترس ده ممكن يحصل له برولابس زي الفاجينا؟ طبعا. ايه بقى ديجريز اوف برولابس في اليوترس؟ يعني الفاجينا قلنا في عندها سيستوسيل وفي ريكتوسيل وانتيروسيل وديفيشن بيرينيوم والحاجات دي. يبقى يحصل ايه اسمهم ايه بقى؟ ايه الديجريز اوف برولابس في اليوترس؟ هما كانوا فور تقريبا. تمام. الفيرست ديجري فين؟ هو ايه الريفرنس بتاعي؟ الاسكل سباين. الاسكل سباين مع مين؟ مع السيرفكس. مع السيرفكس. فلو هو نورمالي ات سيم ليفل ولا لا؟ ات سيم ليفل. لو لقيت ان السيرفكس ده نزل عن الليفل بتاع الاسكل سباين بس ما خرجش من الفاجينا ده فيرست ديجري يوتراين برولابس. طب لو لقيت ان السيرفكس ده خرج بره الفاجينا بس البادي لا لسه ده السكند ديجري يوتراين برولابس. لو لقيت اليوترس كله بره الفاجينا بنقول عليه ثيرد ديجري ترايم برولابس. وساعات حتى الفاندس انت بتقدر تعمل ابروكسيميشن اوف يور فينجرز ات ذا فالفا من كتر ما الفاندس ده بره ده في الشارع فبتابروكسيميت وانت مش حاسس اي تيشو بين ايديك ودي اللي بنسميها كومبليت بروسيدنشال. كومبليت بروسيدنشال انه كومبليتلي ذا هول يوترس از اوتسايد ذا فالفا. فاحنا عندنا ممكن يحصل يوتراين برولابس لو حصل ويكنس في انهي ليجامنت يحصل لنا برولابس. لو حصل ويكنس في انهي ليجامنت؟ كاردينال ليجامنت. او ما هو مين اللي بيعملوا سبورت؟ اقوى حاجه كاردينال وبعديه اليوتروسيكرال وبعدين البيوبو سيرفايكل بالظبط. فلو حصل ويكنس في هذه الليجامنت هو اللي بيحصل لنا يوتراين برولابس سواء كان فيرست او سكند او ثيرد ديجري يوتراين برولابس. في اي ابلايد اناتومي تاني ممكن يبقى موجود في اليوترس ده ممكن ما يتكونش؟ اللي هي الكونتنسكي سيندروم ممكن موليرين اجانسيس وما يتكونش. فهي تيجي بتشتكي من ايه الست؟ برايمري امينوريا از بريزنس ولا ابسنس اوف سيكندري سيكشوال كاركترز؟ بريزنس طبعا لان جاينتال ريدج او الاوفرز دول موجودين. فده بالنسبه للابلايد اناتومي بتاعتنا. طبعا ممكن يبقى في بقى كونجينتال انوماليز زي اللي هنتكلم عليها دلوقتي لو بايكورنيت وسبتيت ومش عارف الحاجات دي بتاعت الايه الانفرجن بتاع انفرجن اوف ذا يوترس. ممكن يحصل انفرجن اوف ذا يوترس اللي هو يبقى مش بس برولابس. برولابس اللي هو زي ما هو كده بطوله بينزل لتحت بيسقط لتحت. لكن الانفرجن ده بيبقى يعني هو دخل جوه نفسه زي الشرافه بحيث ان هو الاندوميتريوم هو اللي بيبقى اوتسايد والبريميتريوم هو اللي بيبقى انسايد. وده بيحصل لنا زي في الثيرد ديجري في الثيرد ستيج اوف ليبر لو انت عملت بولينج على البلاسنتا بيفور سيبريشن. فممكن قوي واليوترس مش كونتراكتد فممكن هو ان يحصل لنا يوتراين انفرجن. فده بالنسبة للأبلايد أناتومي لليوترس. في سؤال هنا؟ نيجي بعد اليوترس بقى ايه اللي هنا بقى موجود؟ الفالوبيان تيوبس. الفالوبيان تيوبس. الفالوبيان تيوبس حد يعرف جروسلي اللينث بتاعهم قد ايه؟ 10 سنتي اللينث بتاع الفالوبيان تيوب متقسمة لبارتس. ايه البارتس بتاعت الفالوبيان تيوبس؟ امبولري اند اللي هي اخر واحدة اسمها ايه؟ الاخر واحدة اسمها ايه؟ اللي هي بيطلع منها حاجات فيمبريال انت بقى هي فيمبريال انت الحاجه اللي بيطلع منها فيمبريا وبالذات الفيمبريا اوفاريكا اللي هي اطول واحده اللي هي بتكاتش على الاوفري عشان تاخد الاوسايت في جورنج اوفيليشن. فدي اسمها فيمبريال انت اللي هي الانفانديبولر او فيمبريال انت اللي هي بتبقى مفتوحه كده فاسمها انفانديبولم او الفيمبريال انت. تليها طالما ابتديتوا من بره من اللاترال بقى تليها حته الواسعه اوسع حته في التيوب اسمها ايه؟ الامبولري بارت اللي هي اوسع حته فدايما بيحصل فيها الاكتوبيك. يعني لو بيحصل تيوب البريجننسي فدايما بيبقى في الامبولري بارت لان هي دي الوايد بارت خلاص في الامبولري بارت. وبعدين بعد كده يبقى عندنا حته ضيقه اسمها الاسميكال بارت. وبعدين بعد كده بتخش جوه الانترستيشيال بارت اللي هي داخله جوه الكورنيال اند. اوكي فهم دول الفور بارتس اوف ذا فالوبيان تيوب. لو من لاترال تو ميديال اللي هو الفيمبريال اند وبعدين الامبولري بارت اللي هي اوسعهم واكبرهم دي 5 سم من ال 10 سم كلهم نصهم امبولري بارت. وبعدين 2 سم اللي هي الاسميكال بارت اللي هي كونستريكشن زي ما خدنا الازمس اللي هو في اليوترس ده الحته الكونستريكتد او الحزام ده اللي بيحصل ده اسمه ازمس. برده الحته اللي بيحصل فيها هنا كونستريكشن بعد ما كانت واسعه في الامبولا هيحصل لها كونستريكشن اللي هو عند الازمس عشان تبقى انترستيشال او تبقى انسايد ذا وول اوف ذا مايوميتريوم كويس وهتعمل لك الانترستيشال بارت او الكورنيال اند اوف ذا فالوبيان تيوب. اوكي فهم دول البارتس الاربعه بارتس بتوع الفالوبيان تيوب. طب لو قلناهم من ميديال تو لاترال مين اول واحده هتقابلنا؟ الانترستيشال اللي هي الكورنيال اند وبعدين الاسميكال بارت وبعدين الامبولري بارت وبعدين الفيمبريال اند بالظبط كده. فهم دول ال 10 سم. طب ايه الريليشن بتاعتهم؟ فوق هيبقى فيه ايه؟ هي كفرد باي البيريتونيوم اوف ذا برود ليجامنت وتبقى ريليتد من فوق لايه بقى؟ انتستن بالظبط الانتستن. طب امال تحت البرود ليجمنت الستراكشرز بقى اللي هي بتباس في البرود ليجمنت والميزوفيريوم. الميزوفيريوم اللي هو بيلينك ده بالاوفري خلاص. فهي دي الريليشنز بتاعتها.
كويس. وطبعا ميديالي اتس ريليتد للكورنيال اند اوف ذا يوترس، ده هي بتبقى انسرتد في الكورنيال اند اوف ذا يوترس. فده بالنسبه للكراس بتاع الفالوبيان تيوب. طب ايه اللايننج بتاع الفالوبيان تيوب؟ كوبيكل كولامنر وكوبيكل بالظبط، بارشال كوبيكل او كولامنر. بس مهم قوي كلمه هنا سيليتد بالظبط كده، لان هو فيها سيلياري موفمنت بالظبط كده عشان الاوفم الترانسفير بتاع الاوفم والترانسفير بتاع السبرم، فان هو سيليتد يعني ان هو كوبيكل او كولامنر لكن سيليتد. طب ده بالنسبه للميكوزا، دي الميكوزا. طب امال الماسكولوزا من كام لاير؟ ثلاثة برضو زي اليوترس؟ لا هو اليوترس الوحيد اللي ثلاثة، ده حتى السيرفكس اثنين يعني هو البادي اوف ذا يوترس الوحيد اللي ثلاثة ماسل لايرز، لكن ايفن حتى السيرفكس اوتر وانر بس. والفالوبيان تيوب برضو الماسكولوزا بتاعتها اوتر وانر بس، اللي هي اوتر لونجير والانر سيركلر، وبتبقى كفرد باي سيروزا اللي هو البريتون اللي هو كفرنج بتاع البرود ليجامنت. فده بالنسبه للهيستولوجي بتاعنا اللي هي كيوبيكال او كولامنر، ولازم نقول انها سيليتد هنا لان دي مهمه قوي السيلياري فانكشن بتاعتنا. وبعدين بتبقى ده بالنسبه للميكوزا. والماسكولوزا بتبقى تو ماسل لايرز بس، عشان كده في الاكتوبيك بيرابتشر، لان هو مش كانت اكوموديت البلاد سبلاي وان هو يعني يفضل بريجننسي فور ا لونج تايم عشان الماسل وول بتاعتنا لسه رفيعه. فده بالنسبه للهيستولوجي بتاع الفالوبيان تيوب. طب ايه البلاد سبلاي بتاع الفالوبيان تيوب؟ الاوفيريان. الاوفيريان و اوكي اليوترين ممكن يحصل بالظبط كده. انا سو يعني هو الاوفيريان والاناستوموزس، فممكن بارت برده يوترين ار فيميل. الاوفيريان زي ما قلتوا، عشان كده لما نيجي نتكلم على الليمفاتيك درينج هتبقى البارا اورتيك لان هي ميلي فعلا من الاوفيريان، لكن بيبقى في اناستوموزس مع اليوترين. عشان كده بالنسبه للفالوبيان تيوب صعب قوي يحصل لها جانجرين، ده انت ممكن الابندكس يحصل له جانجرين لكن الفالوبيان تيوب ان هيرد اوف ان يحصل لها، لان هي بتاخد فيري ريتش بلاد سبلاي من اليوترين اللي هو انترنال ايلياك ومن الاوفيريان اللي هو عدم الاورطه. فبالتالي ان هيرد اوف ان يحصل لك جانجرين في الفالوبيان تيوب. فالبلاد سبلاي بتاعنا بيبقى مينلي طبعا اوفيريان اللي هو من الابدامين الاورطه، لكن بارت اوف ات من الانترنال اليوترين والانترنال ايليك، فهيبقى الليمفاتيك درينج بتاعنا مينلي برده في البارا اورتيك ليمف نودز. انت من المنظر ده لو تفتكروا احنا قلنا ما عندناش في الكارسينوما كارسينوما اوف ذا فالوبيان تيوب، لكن انت بمنتهى السهوله تقدر انك انت تكتبها عادي خالص طالما انت عارف البلاد سبلاي والليمفاتيك درينج بتاعتها وعارف السكيم بتاع الانكولوجي، فسهله قوي انك انت تكتب الباثولوجي بتاعها والجريدنج والستيجنج والحاجات دي. فده بالنسبه للليمفاتيك درينج. طب ايه الابلايد اناتومي بتاعت الفالوبيان تيوب؟ بيحصل فيها الاكتوبيك بالظبط كده، ده تيوب البريجننسي. انت بتقول اكتوبيك بريجننسي على طول يجي في مخك ان هو 99% ان هو تيوب البريجننسي، واكتر حته من التيوب بيحصل فيها في الامبولاري بارت. فاول ابلايد انا طبعا الاكتوبيك بريجننسي. ايه كمان ممكن يبقى اجينيسيس اس بارت اوف الماري كوتاسكي، بس يعني هي كده كده ما عندهاش يوترس فمش هتفرق ان ما عندهاش تيوبس. ايه تاني؟ كويس. ولو حصل اديجن في الفيمبريال اند يحصل لنا ايه؟ ما هي الانفيرتيلتي او المشاكل كويس، يعني لو في اديشنز او اوبستراكشن في الفيمبريال اند اوف ذا فالوبيان تيوب بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ الشكل ده بيبقى شكل التيوبه ايه؟ بايلو او يعني اللي هو كرونيك بي اي دي لو هو انفولفينج الفالوبيان تيوب، فبالتالي حصل اكيميليشن اوف ذا سيكريشن بتاعه الميكوزا جوه الاكيميليتر، لانه في عندي فيمبريال اند اوبستراكشن. فده اسمه ايه؟ ده اسمه ايه الاكيميليتد سيكريشن جوه الفالوبيان تيوب؟ لو ميه جوه التيوب اسمها ايه؟ هيدروسالبينج بالظبط كده. ابلايد انا هو عندنا هيدروسالبينج او بايوسالبينج لو عندنا اوبستراكشن في الفيمبريال اند اوف ذا فالوبيان تيوب، فهيحصل كده. طيب لو جيت تعمل لها انت بقى اي في اف تحب تعملها ايه قبلها؟ لازم درينج. درينج لازم نفضي التيوب اصلا. لا هيدرو هقفل التيوب. هقفل التيوب اسمها ايه بقى؟ الناحيتين. لو هقفل التيوب بروكسيمال ولا ديستال؟ بروكسيمال طبعا، ما هي مقفوله ديستال اساسا. انا بس مش عايزه الميه اللي هي انفلاماتري فلويد اللي هو بتاع الهيدروسالبينز ده ينزل جوه اليوترس، فعشان ما يبقاش توكسيك للامبلانتد اوفم او الفيرتلايزد اوفم، فبالتالي بعمل لها تيوب الايه؟ ديسكونكشن. تيوب الديسكونكشن، لان هو هدفي تو ديسكونكت ذا تيوب فروم ذا يوترس، فاسمه تيوب الديسكونكشن. امال التيوب الايجيشن ده ابلايد اناتومي برضه بنعمله امتى؟ لما عايزه اللي هو انفيرتيلتي. لو عايزه هتبقى ستيرلايزيشن. مش ده على العكس تماما. كونتراسبشن از ا بيرمننت ميثود اوف كونتراسبشن. انا لو عايزه اعمل لها تيوب ستيرلايزيشن او تيوب الايجيشن. تيوب الايجيشن هو ممكن يبقى لابراسكوبيك، والاوقع ان احنا بنعمله لابراسكوبيك. فيبقى الابلايد اناتومي بتاع الفالوبيان تيوب اللي هو التيوب الليجيشن اللي هو بتاع الكونتراسبشن لو هي عايز تعمل بيرمننت كونتراسبشن، او تيوب الديسكونكشن لو هي عندها هيدروسالبينس وراحه فور اي في اف، فبنعملها تيوب الديسكونكشن. طبعا هو ذا مين سايد اوف اكتوبيك بريجننسي، وقلنا الهيدروسالبينس والبايوسالبينس. حد يعرف التيوب البوينت فين؟ لا
لو هي عندها بين على التوب نتيجه هيدروسالبينج سبايوسالبينج اكتوبيك بريجننسي، فين التوب البوينت؟ زي المكبرني بوينت كده بتاع الابندكس، في تيوب البوينت برضو عند الانجوينال ليجمنت كويس، هاف سنتيمتر من اباف ذا ميد انجوينال ليجمنت، دي اسمها تيوب البوينت. فهاف سنتيمتر يعني تشوف الانجوينال ليجمنت فين، وفوقه هاف سنتيمتر اباف ذا ميد انجوينال، ميد بوينت اوف ذا انجوينال فوقيها بهاف سنتيمتر، دي اسمها التيوب البوينت اللي هو بيحصل فيها البين بتاع لو هيحصل رابتشر للتيوب، لو هيحصل مثلا بين بتاع ال افندم برضه في النص يعني الميدنج بوينت، بس كانت نص انش الانجوينال ده في الجراحه يعني في الهرنيا. اوكي طيب، في سؤال في الفالوبيان تيوب، في اورجن بقى الفالوبيان تيوب كده بتبقى رايحه له اللي هو مين؟ اوفري. بوستيرير ولا انتيرير لليوترس؟ بوستيرير. فبالتالي انا بعرف البوستيرير اسبيكت من الانتيرير اسبيكت اوف ذا يوترس بمين؟ هي بقى انا لو ببص لقيت قدامي فالوبيان تيوبز اند اوفري يبقى ده البوستيرير ولا انتيرير اسبيكت اوف ذا يوترس؟ بوستيرير. طب لو لقيت قدامي راوند ليجمنت انتيرير، فانا بعرف الانتيرير من البوستيرير بتاع اليوترس. الانتيرير هلاقي الراوند ليجمنتس هما اللي موجودين، بوستيرير هلاقي الدوجلاس باوتش، هلاقي يعني الاوفريز والفالوبيان تيوبز هما اللي موجودين. فده ازاي بتعرف الانتيرير من البوستيرير اسبيكت اوف ذا يوترس؟ طب حجم الاوفري جراسلي، جراسلي شكل الاوفري ايه؟ برده واحد هو صغير كده قد ايه؟ ايوه 2 في 3 برضو، بس 1 في 2 في 3 ايه؟ سنتي بقى مش انشز بالظبط. اليوترس 1 في 2 في 3 انشز، لكن الاوفري 1 في 2 في 3 سنتي، فحتى بنقول عليه الموند شيب زي حجم اللوزه كده بالظبط كده، 1 في 2 في 3 سنتي. طب الاوفري ده حد يعرف لونه نورمالي ايه؟ ابيض. ابيض بالظبط، وايتش وايتش او بيرلي وايت، يعني ابيض لونه ابيض كويس. ده طبعا اليوترس بالابلايد اناتومي اللي احنا قلناه، الاوفري اهو الاوفري اللي هو بيرلي بير يعني زي لونه ابيض زي لون اللوني ابيض كده. طب هل السيرفيس بتاعته سموث ولا كوريجيتد؟ بسبب الاوفيليشن. بسبب الستيجما اوف اوفيليشن، او بيحصل اوفيليشن فعشان كده بيبقى كوريجيتد السيرفيس بتاعه. طب امال مين اللي ممكن الاقي سموث اوتلاين اوف ذا اوفري؟ بيبقى عندها السندروم اللي هو مين اللي هيبقى سموث اوتلاين اوف اوفري؟ بي سي او، لان هي عندها انوفيليشن، فهتلاقي الاوفري كبير ومفيش الكوريجيشن او الستيجما اوف اوفيليشن دي، لان هي اصلا انوفيلاتري. فالبي سي او او البرسيستيك اوفيريان ديزيز هي اللي هتلاقي الاوفري كبير عشان الستروما بتاعتها كتير وبتعمل اندروجين يعني، ومفيش ستيجما اوف اوفيليشن، فهي دي اللي هتلاقيها مفيش عليها كوريجيشن. فهو الاوفري 1 تايمز 2 تايمز 3 سنتيمتر المان شيب ويز كوريجيشن اون ذا اوتر سيرفيس عشان وجود الستيجما بتاعه الاوفيليشن دي. طيب مايكروسكوبي كده، لو مايكروسكوب بقى لو بتبص كات سكشن للاوفري ده يبقى منقسم لايه؟ في كورتكس وفي مدله مش كده ولا ايه؟ زي التستكلز كورتكس ومدله، بس هنا مين اللي بيحصل لها يعني جراس ومين اللي بيحصل لها اتروفي؟ الكورتكس هنا هو اللي بيكبر، هو الفوليكلز موجوده في الكورتكس ولا في المدله؟ في الكورتكس. فالمنطقي مين اللي هيكبر؟ الكورتكس. الكورتكس هو اللي بيكبر والمدله هي اللي بتبقى صغيره. فالكورتكس ده هو اللي بيبقى فيه الفوليكلز at different stages of development. هل covered by peritone ولا لا؟ لا مش covered by peritoneum، هو اساسا كان abdominal structure فit's not covered by peritoneum. فده بالنسبه للاوفري، وطبعا بيبقى فيه البلاد سبلاي او الاوفيريان ارتري كده بيتجمع في حته اسمها هايلم اللي هو عند الميزوفيريوم. اوكي، فلو جينا ناخد كات سكشن في الاوفري، كات سكشن في الاوفري، فده الكورتكس اللي هو فيه الفوليكلز at different stage of development. كويس، ده الكورتكس ب different stage of development. الحته اللي في النص هي المدله، وبعدين البلاد سبلاي بقى سواء ارتري او فينز هيتجمعوا عند حته اسمها هايلم، ده الهايلم بتاعه. كويس، عشان يأند بقى في انهي ليجمنت ده بقى؟ الاوفيريان ليجمنت. الاوفيريان ليجمنت طالما فيه الاوفيريان فيسلز يبقى الاوفيريان ليجمنت خلاص، يعني هيأندوا في الليجمنت. الاوفيريان ليجمنت ده فور سبورت ولا فور بروتكشن؟ بروتكشن طبعا، ده بيبروتكت الاوفيريان فيسلز، بروتكت الاوفيريان فيسلز. فكده ده الليجمنت ده هيبقى الاوفيريان ليجمنت. الاوفيريان ليجمنت ده بيكونكت الاوفري لمين؟ باليوترس صح؟ باليوترس. يعني ده ميديا. ده ميديا هيكونكت الاوفري باليوترس، هيكونكت الاوفري باليوترس. امال الاوفري لازم يبقى كونكتد لللاترال بلفيك وول؟ طبعا طبعا كونكتد لللاترال بلفيك وول بانهي ليجمنت؟ مش هو مش ميزوفيريوم؟ لا، ميزوفيريوم ده ما بينه وما بين فالوبيان تيوب خلاص، لكن ما بينه وما بين ايه بقى؟ يعني انت الاوفري في النص هنا، ايوه في الاوفري، وبعدين عنده ميديال في اليوترس، ولاترال في ايه؟ اللي هي مين بقى في اللاترال هنا؟
الهيليوم الوول بتاع اللاترال بيفيكول بالظبط كده. فالانفانديبلوم او الانفانديبلو بلفيك ليجمنت اسمه انفانديبلو بلفيك ليجمنت هو ده اللاترال ليجمنت بتاع الاوفري. يعني ميديالي الاوفري بيبقى ريليتد للاوفينيال ليجمنت اللي هو ما بينه وما بين اليوترس, لكن لاترالي في الانفانديبلو بلفيك ليجمنت اللي هو ما بينه وما بين اللاترال بيفيكول عشان يعدي فيه برضو انهي فاسلز. الانفانديبلو بلفيك ليجمنت يا دكاتره هيعدي فيه انهي فاسلز؟ برضه الاوفيريان طبعا, لان هو الابدام الاورده هتدينا الاوفيريان فاسلز, وبعدين برضه الاوفيريان فين هيروح يدرين في سواء اللافت رينال او في البيناكيفا انفيرو بيناكيفا على طول سواء الدره لافت ولا الرايد نتكلم عليهم. فالاوفيريان فاسلز دول بتعدي من اللاترال بالفيك وول للاوفري تخش في وهي باسنج ثرو ذا انفانديبلو بالفيك ليجمنت. نفس الليجمنت ده لما يعدي من الاوفري عشان يخش جوه جوه اليوترس هيتغير اسمه, بس هي نفس الستراكشرز موجوده فيه اللي هم الاوفيريان فاسلز اوفري ارتري, بس اسمه هو اللي اتغير فقط لا غير. فالتوصيله ما بين اللاترال بالفيك وول للاوفري اسم الليجمنت ده ايه؟ انفانديبلو بالفيك, لكن ما بين الاوفري واليوترس اسمه الاوفيريان. يعدي فيهم ايه؟ نفس الحاجه, اكن بالظبط هو كان من اللاترال بالفيك وول لليوترس وبعدين جه الاوفري في النص. يعني هو اكنه هو فعلا كده الليجمنت ده كان ما بين اللاترال بالفيك وول لليوترس وجه الاوفري في النص, فراح مقسم اللاترال بارت اوف ذا ليجمنت اللي اسمه انفانديبلو بالفيك ليجمنت, والميديال بارت اوف ذا ليجمنت بقى اسمه اوفيريان ليجمنت, والانفانديبلو بالفيك ده اللي هو من اللاترال بالفيك وول للاوفري, لكن الاوفيريان من الاوفري لليوترس. اوكي واضح؟ فده بالنسبه للاوفري سواء جراس مايكروسكوبي. طبعا البلاد سبلاي بتاعنا اللي هو مين؟ الأوفيريان أرتري جاي منين؟ من الأبدومين الأورتا. طب ومال الفينس درينج؟ أوفيريان. أوفيريان فين؟ رايح فين؟ رينال على الناحية الشمال. رينال على الناحية الشمال, فأنهي رينال بيروح فأنهي رينال؟ اسمه إيه؟ لفت ولا رايت رينال؟ لفت رينال. طب ومال الرايت أوفيريان بيروح فين؟ في الفينا كيفا. في الإنفيريو فينا كيفا على طول, لأن كيفا أساساً على الرايت سايد, فهي دايركتلي بيروح في الرايت أوفيريان, بيروح دايركتلي في الانفيريو فينا كيفا, هي اساسا على الرايت سايد, لكن اللفت اوفيريان بيروح لللفت رينال فين وبعدين منه على الفينا كيفا. فده بالنسبه للبلاد سبلاي بتاع الاوفيريان. طب في سؤال, قول الميزوفيريان يا دكتور هو سبورت بس؟ الميزوفيريان ده بس, لا مش سبورت, بروتكشن برضو. الحاجات السبورت يعني ان هي بتبريفنت برولابس خلاص. فهو الميزوفيريان ده بيعدي فيه برضو فاسلز, وهو بيبقى الكونكشن ما بين الفالوبيان تيوب وما بين الاوفري. احنا بنعمله كلامبنج صحيح؟ بتعمله كلامبنج. عشان كده لو جيت تعمل اوفريكتومي, لو جيت تعمل اوفريكتومي هتشيل الاوفري, بتكلامب ايه؟ يعني هتحط كلامباتك فين؟ ثلاثه, هتحط عند الاوفريان, واحده عند الانفانديبلو بالفيك والميزوفيريان, وعند الميزوفيريان كلامب ولا اثنين؟ اثنين عند كل واحد. فانت عشان تعمل اوفريكتومي لازم تحط ست كلامبات, اثنين عند الانفانديبلو بالفيك عشان ما بتحط اثنين كلامب, واحد اللي هو عند الاورجن اللي هتشيله ده مش لازم تلاجيته, بس لازم تلاجيت اللاترال, لان انت لو سبته كده لو فكيت الكلامب ما هيقعد يبليد. فانت عشان كده بتلاجيت الكلامب اللي انت سايبه, لكن الكلامب اللي انت بتشيله مش لازم تلاجيته. بس ما ينفعش اخد كلامب واحد, لان هاخد كلامب واحد وبعدين, ما انت لو خدت كلامب واحد وجيت تقص ما هينزل دم من زوز. ايوه ده عادي يعني. ما انت عشان تشيل اي حاجه لازم تحط كلامبين, وفي كلامب انت بتلاقيته اللي هو متساب في البطن او في البلفس, والكلامب اللي بيتشال ده بيتشال مع الاورجن بس عشان تبريفنت الباك بليدنج اللي بيحصل خلاص. فهتحط اثنين كلامب عند الانفانديبلو بالفيك, اثنين كلامب عند الاوفيريان, اثنين كلامب عند الميزوفيريان. اوكي ده هنحط ست كلامبات لو جينا نعمل اوفريكتومي عشان البلاد سبلاي اللي موجود اول اراوند ذا اوفري. فاحنا بنتكلم على البلاد سبلاي, قلنا ان هو اوفيريان ارتري واوفيريان فينز. طب الفينس درين سوري الليمفاتيك درينج بارا اورتيك ليمف نودز. طبعا بارا اورتيك ليمف نودز اللي هو اساسا ابدامن الاورجن وسبلايد من الابدامن الاورتا, فبالتالي الليمفاتيك بيفولو اللي هو البارا اورتيك ليمف نودز. الابلايد اناتومي اللي هو السته كلامبس دي اول حاجه زي ما قلتوا, بلس ان هو ممكن قوي تلاقي ان الفوليكلز دي جيرم سيلز اللي هو الاوسايت, بس الجيرم سيلز دي لازم تبقى كفرد بسكس كورد سيلز, سكس كورد سترومال سيلز عشان اللي هي الجرانيلوزا والثيكا سيلز عشان تعملها بروتكشن. لو لقيت ان هو الجيرم سيلز دي مش كفرد بالسكس كورد سترومال سيلز دي هيحصل اتروفي على طول للجيرم سيلز. بيحصل فين السندروم اللي بيحصل فيه ان هو فيلير اوف مايجريشن اوف ذا سكس كورد سترومال, فبالتالي الاوسايت دي ما بتبقاش في ستريت جونادز في التيرمينال. في التيرنر في ستريت جونات ما بيبقاش فيه سكس كورد سترومال سيلز دي كفرنج الاوسايت, فبالتالي بيحصل اتروفي للاوسايت وما بيبقاش عندها اوسايت خالص في الكورتكس ده, او بنسميها ستريت جونات اللي هي بتعمل لك تيرنر سيندروم. في سؤال في الاوفري؟ طيب كده خلاص, ما احنا ما عندناش غير فالفا وبعدين طالع منها فاجينا وبعدين بعد كده السيرفكس واليوترس الفالوبيان تيوبس والاوفري. في بس حاجه هي مش جينيتال اورجن
بس لازم نتكلم عليه اللي هو اليوريتر. اليوريتر اليوريتر البالبيك بارت اوف ذا يوريتر ده مهم ان احنا نبقى عارفينه في النساء، لان انت بتقابله كستراكشر موجود وانت بتفتح عشان عمليات، فبالتالي لازم تعرف الاناتومي بتاعه هو فين عشان ما تعوروش او تبقى انت واخد بالك منه. هو على فكره الاوفري ده على اللاترال بالبيك وول بيلاي في الاوفيريان فوسا. الاوفيريان فوسا دي حد يعرف يعني احنا قلنا الانفانديبلو بالبيك، الانفانديبلو بالبيك ليجمنت بيكونكت اللاترال بالبيك وول للاوفري، فالاوفري بيبقى يعني بوستيرير ستراكشر وبيبقى لاين في حاجه اسمها اوفيريان فوسا. حد يعرف الباوندري بوستيرير باوندري اوف ذا اوفيريان فوسا؟ يعني الاوفري ده نايم على ايه؟ البايفركيشن بتاع الايليك الكومن ايليك وباسنج بيكروس قدام البايفركيشن ده اليوريتر. انتوا متخيلين بقى نايم على حاجه يعني مهم جدا ان احنا بالظبط كده. هو كويس ان هو موبايل، فبالتالي انت بتحرك اليوترس لقدام، فانت بتجيبه بعيد عن البايفركيشن وبعيد عن اليوريتر والكلام ده. بس مهم قوي ان احنا نعرف الاوفيريان فوسا دي عندها البايفركيشن واليوريتر بي انترز بالفس ان فرونت اوف ذا بايفركيشن. دي هنا صوره حلوه لليوريتر وهو بي انتر البالفس اهو. شايفين اليوريتر اللي هو طبعا لونه اصفر ده كويس؟ فانت عندك اهو الابدامن الاورطه وبعدين الكومن ايليك البايفركيشن بتاعت الكومن ايليك هنا. فعند البايفركيشن بتاعت الكومن ايليك هتلاقي اليوريتر الاصفر ده بيعدي. طبعا انت لما تفتح بطن العيانه ولا في اصفر ولا احمر ولا اخضر ولا الكلام ده، انت بتشوف كله نفس الحاجه، فاللي هو انت ما تبقاش عارف هو اللي بيعدي ده ليجمنت ولا ارتري ولا فين ولا ايه. اللي هو احنا بنقول ده اليوريتر، ايوه بس هو ليجمنت ولا ارتري ولا فين؟ يعني الصورة دي ممكن تبقى اوضح. يعني هو عندنا الاورطة كويس، وبعدين بعد كده الكومن ايليك، وبعدين بعد كده تبتدي ان هو الانترنال البايفركيشن بتاعت الكومن ايليك للانترنال اللي يخش جوه البلفس، والاكسترنال اللي هو يعدي عند الانجواينال كانال ويعمل لك الفيمورال. فعند البايفركيشن بتاعت الكومن ايليك ده بيكروس اليوريتر، وهو الاوفري لاينج في الحتة دي او اسمها الاوفيريان فوسا. الاوفيريان فوسا اللي هي عند البايفركيشن وكروست باي اليوريتر، فهي دي الاوفيريان فوسا. فاليوريتر بينزل البلفس او البلفيك بارت اوف ذا يوريتر، طبعا هو بيطلع من البلفس بتاع الرينال بلفس يعني هو 25 سنتي، يفضل نازل نازل لحد ما يخش البلفس عند سيكرو ايليك جوينت، ايوه فين يعني؟ عند البايفركيشن بتاعه الكومن ايليك. فينزل اليوريتر برده داونورد، ينزل اليوريتر داونورد، وبعدين عند الاسكيال سباين يبتدي ان هو يبقى فورورد، ياخد فورورد. ليه بياخد فورورد دايركشن؟ عشان يدخل اليوريتر، عشان يخش في الترايجون اوف ذا يورينري بلادر. طيب في الحته دي هو هيبقى ريليتد للسيرفكس، هيبقى ريليتد للسيرفكس فين؟ لاترال للسيرفكس 1 انش لاترال للسيرفكس بينه وبين الارتري اللي طالع من الانترنال ايليك ويسبلاي اليوترس. هنا ريليشن هو اليوتراين ارتري، هيبقى بينه وبين اليوتراين ارتري الريليشن اللي قلنا عليها اللي هو ووتر اندر ذا بريدج. يبقى تاني احنا عندنا البالبيك بارت اوف ذا يوريتر هو ده اللي يهمني، بالبيك بارت اوف ذا يوريتر، لان انا لو انا بعمل عمليه كويس هقابل اليوريتر فين؟ هتقابل اليوريتر عند اللاترال بالبيك وول عند البايفركيشن. بس انا عامه مش بفتح الحته دي الا لو كنت انا عايز اعمل انترنال ايليك ارتري لايجيشن، فاعطاني بوست بارتم في بلاسينتا اكريتا في حاجه زي كده، فبالتالي لازم اعمل اكسبلوريشن للقصه دي عشان اشوف فين الانترنال ايليك ارتري واعمل بايلاترال لايجيشن اوف ذا انترنال ايليك ارتري لو انا عندي سيفير بليدنج وبوست بارتم هامرج وكده. لكن غير كده انا مش بقرب للمنطقه دي ايفن وانا بعمل هيستركتومي، لان انا مش محتاجه ان انا اوصل لها، انا بس بمسك اليوترس اهو وبشتغل على اليوترس، ولو شديت اليوترس عليا انا بعت الاوفري من الاوفيريان فوسا خالص ومن البايفركيشن ومن اليوريتر ومن الكلام ده. طب امتى احتاج اعمل اكسبلوريشن؟ لو انا بقى عايز اوصل للانترنال ايليك، فبالتالي لازم احمي اليوريتر اللي بيباص قدامي، فلازم ابقى عارفه شايفه اليوريتر واعمل له ايدنتيفيكيشن والبيرستالتيك موفمنت بتاعته عشان ما اتخيلش ان اليوريتر ده هو الانترنال ايليك واروح رابطه اليوريتر. مش كده ولا ايه؟ ما احنا قلنا ان هو جوه مش اصفر كده، مش اصفر واحمر واخضر والكلام ده، لا هو ملوش الوان. فبالتالي انت لازم تعرف هذا الستراكشر اذا كان ده اليوريتر ولا ده الايليك وده الفين ولا ده الارتري ولا ايه. فانت عشان كده بتشوف البيرستالتيك موفمنت بتاعته، واه ده داخل جوه اليورينري بلادر الترايجون، فده فعلا اليوريتر، فممكن تجيبه ريترو جريد يعني، فده اليوريتر، فتبعد عنك اليوريتر عشان تعمل لايجيشن للانترنال ايليك ارتر. فمهم ان احنا نعرف ان الكورس بتاع اليوريتر وهو بيانتر الفالفس ان فرونت اوف ذا سيكرو ايليك جوينت والبايفركيشن والانترنال واليوريتر، وبعدين اليوريتر بقى من هنا يكروس عند الاسكال سباين، وبعدين يجي يخش في الترايجون اوف ذا يورينري بلادر ان فرونت اوف ذا يوترس، ايوه ميكينج ذا ريليشنز فيمس ريليشن اللي هي ووتر اندر ذا بريدج مع اليوتراين ارتري عشان يخش قدام اليوترس جوه اليورينري بلادر. فده الكورس بتاع اليوريتر.
طبعا مهم ان انا اعرف ان انا ممكن كده انجر اليوريتر في حتت معينه. ممكن انجر اليوريتر فين؟ واحنا بنعمل اليوريتر وانا بعمل لايجيشن للانترنال ايليا وانا بعمل لايجيشن للليترين اركي واحنا بنشيل الاوفري واحنا بنعمل كلامبنج للانفانديبلو بالبي. انا لو انا هشيل عند الاوفيريان انا بعيده عن اليوريتر. لو انا هعمل لايجيشن وهسيب لها يعني توتال ابدام ستريت استراكتومي وايل كيپينج ذا اوفري, لكن اذا ام جوينج تو دو بان استراكتومي يعني ام جوينج تو ريموف الاوفري, فانا كده لازم اعمل اللايجيشن عند الانفانديبلو بالبيك ليجمنت اللي هو اللاترال بالبيك كول, فلازم ابعد الاوفري ده عن الاوفيريان فوسا طب اللي هي نايم فيها اليوريتر, فبالتالي اليوريتر ممكن برضو يتعور وانا بعمل لايجيشن اوف الانفانديبلو بالبيك ليجمنت مش الاوفيريان, لان الاوفيريان ده بعيد لكن الانفانديبلو بالبيك هو اللي على اللاترال بالبيك كول. فممكن اليوريتر يتعور مني وانا بعمل لايجيشن للانفانديبلو بالبيك ليجمنت وانا بعمل لايجيشن لليوتراين ارتري كويس, او انا بعمل الهيستريكتومي او عند الفاجينال انجل لانه بيبقى برده 1 سنتيمتر لاتر الفاجينال انجل زي ما اتكلمنا عند الفاجينا, فانا بعمل برده كلامبنج للفاجينال انجلز. فهو دول الثلاث اماكن اللي ممكن البالبيك يوريتر يتعور عندي, فلازم ابقى واخده بالي وانا بعمل ديسكشن في المناطق دي عشان ما اعورش اليوريتر. اوكي طب اليوريتر ده بياخد بلاد سبلاي منين؟ ده طول ما هو نازل بياخد بلاسة فاهم من كل الحاجات اللي حواليه دي. يعني طبعا فوق هياخد من الاورتا, تحت هنا هياخد من الكامل ايليك, وبعدين من الانترنال ايليك, وبعدين من الفاجينال ارتري, وبعدين من السيرفايكل, وبعدين مش انفيرو فيزايكل. فهو ليه مالتيبل بلاد سبلاي, عشان كده مهم هو عمره ما هيجرى له حاجه لان هو انت ليه مالتيبل بلاد سبلاي. بس المشكله لو انت بتعمل حاجه زي فير تايم اوبريشن وعايز تشيل ليمف نودز وكده, فبتعمل فيري ميتيكولوس ديستكشن اليوريتر انك انت تطلعه كده لوحده من غير ما يبقى داخل له البلاد سبلاي بتاعه. فممكن انت تعمل ايفاسكولار نيكروزس لو عملت فيري ميتيكولوس يعني ديسكشن لهذا اليوريتر. وكان مره عندنا سؤال في كيسز اللي هو يعني لو جت الست بعديها بتشتكي من الكلمه دي بالتحديد ايفاسكولار نيكروزس بالظبط, عملت ميتيكولوس ديسكشن وانت بتعمل فير تايم اوبريشن. فالميتيكولوس ديسكشن دي انك انت عايز تطلع اليوريتر, تاخد بالك ان اليوريتر ما حصلوش انجري, فعايز تطلعه كده لوحده كده كان خالص يعني شفيه تماما, فبحيث انه خلاص يو كات ذا بلاد سبلاي بتاع الهول يوريتر, فممكن يحصل له ايفاسكولار نيكروزس. طب الايفاسكولار نيكروزس دي هتسيمتوماتايز immediately ولا بتاخد وقت؟ لا لا وقت وقت لحد ما يحصل سلافينج, فعشان كده تجي لك بفيستولا بعد كده ليتر اون بعد ما يحصل لها سلافينج. فلو عملت انت حاولت تعمل ميتيكولوس ديسكشن لليوريترز دي ممكن انت تدخلها في مشكله. بنعمل ديسكشن او بتشوف اليوريتر بس من غير ما تكت كل البلاد سبلاي, ده هو اساسا فيري ريتش بلاد سبلاي, فدونت كت ذا بلاد سبلاي اوف ذا يوريتر. اوكي اللايننج بتاعه ايه؟ ده جراسلي ال 25 سم والكلام ده. اللايننج بتاعه ايه؟ ترانزيشن ابيثيليوم. طالما يوريتر طالما يعني كيدني طالما يورينري تراك يبقى ترانزيشن ابيثيليوم زي البارتولين او الاكتوال البارتولين هي اللي زيها زيهم. فهو ده اللاين بتاعه ترانزيشن ابيثيليوم. قلنا البلاد سبلاي بتاعه طبعا الليمفاتيك درينج برده بيروح الحته اللي فوق للبارا اورتيك والحته اللي تحت للايليك ليمف نودز. الابلايد اناتومي بتاعنا اللي هو فين الاماكن اللي ممكن يبقى انجرد فيها اللي هو عند الانفانديبلو بالفيك, عند اليوتراين ارتري, وعند الفاجينال انجلز بالظبط كده. في سؤال في اليوريتر؟ طيب هنتكلم دلوقتي على الليجمنتس اللي هو بتعمل سبورت وبتعمل بروتكشن للانترنال ستراكشرز والبرينيوم والبرينيال بادي والمسلز البرينيال مسلز. طيب نكمل الاناتومي يا دكاتره. يبقى احنا كنا بنتكلم على الباسلز. فالبارت بتاع البرود ليجمنت, البارت بتاع البرود ليجمنت اللي هو ما بين البارت اوف ذا برود ليجمنت ما بين الفالوبيان تيوب والاوفري هو ده اسمه ميزوفيلي. فكده عندنا الاوفري بيبقى ليه في اللاترال بالبيك كول هنا, هيبقى الليجمنت ده اسمه ايه اللي جاي من اللاترال بالبيك كول للاوفري الفانديبلو بالبي, والليجمنت اللي ما بين الاوفري ده للكورنيال اند اوف ذا يوترس ده الاوفيريان ليجمنت. والبارت اللي هو ما بين الاوفري والفالوبيان تيوب ده اسمه ميزوفيلي, وهو ده اللي هو بارت اوف ذا برود ليجمنت. فعشان كده لما بتيجي تعمل اوفركتومي هتحط 6 كلامبس, 2 على الاوفيريان اللي هو ميديان, و2 على الانفانديبلو بالبيك اللي هو لاترال, و2 فوق اللي هو ما بينه وما بين الفالوبيان تيوب اللي هو عند الميزوفيلي. فهما دول الليجمنتس اللي هي بتبقى الكونكتنج ليجمنتس بتاعه الاوفري. برده عشان نشوف الشكل بتاع اليوتراين ارتري, اهو اليوتراين ارتري هيطلع من الانترنال ايليك, اهو يطلع من الانترنال ايليك, اهو اليوتراين ارتري عند اللور اند اوف اليوتراين ارتري, اهو هنا عند اللور اند اوف ذا سيرفكس اللور اند اوف ذا يوترس او عند السيرفكس. فاليوتراين ارتري هيدي اسندنج برانش
اللي هو تورشيس كورس اليوتراين ارتري بيبقى ليه تورشيس كورس، وبرده اليوتراين فين بيبقى ليه تورشيس كورس فولوينج الارتري. يجي عند الكورنيال اند اوف ذا يوترس يحصل له اناستوموزس معاه الاوفيريان برانش، فكده عندنا الاناستوموزس هنا عند الكورنيال اند اللي هو ما بين اليوتراين ارتري اللي هو بيران تورشيس كورس ات ذا لاترال بوردر اوف ذا يوترس كويس لحد ما الاناستوموز عند الكورنيال اند مع الاوفيريان ارتري. اوكي فده بالنسبه لبقيه البلاد سبلاي بتاعه اليوترس والاوفر. طب نيجي نتكلم بقى على الليجمنتس اليوتراين ليجمنتس او الليجمنتس اللي بتبقى كونكتد لليوترس. ايه الليجمنتس اللي كونكتد لليوترس؟ الاول لازم نبقى عارفين ان الليجمنتس اللي موجوده في الجسم كله يا اما بتعمل لنا سبورت يعني تبريفنت برولابس، سبورت ده يعني تبريفنت ان هو يحصل برولابس، واليوترس ده اورجن كبير 1 في 2 في 3 سنتي واورجن كبير فمحتاج سبورت عشان ما ينزلش او ما يحصلوش برولابس. والليجمنت الثانيه بتعمل بروتكشن، يعني ايه بروتكشن؟ يعني في امبورتنت ستراكشر عايزين نحميها بالليجمنت دي اللي هي بتبقى فيها فايبرس تيشو فبالتالي بتحمي الامبورتنت ستراكشر. ايه الليجمنت اللي هي بتعمل بروتكشن او بتبريفنت سوري اللي هي بتعمل سبورت او تبريفنت البرولابس؟ ايه الليجمنت اللي هي ريليتد لليوترس وبتعمل لها سبورت؟ كاردينال ليجمنت اللي هو لاترال لاترال بيلفيك ليجمنت او كاردينال او الماكن رادز ليجمنت. ايه كمان؟ البيوبس سيرفايكل. البيوبس سيرفايكل ده اضعفهم اللي هو انتيرير من السيرفكس ليه الباك اوف ذا سيمفيزس بيوبس واللي ورا اليوترس. وده السكند قوي يعني اول واحد اللاترال سيرفايكل او الماكن رادز او اللاترال كاردينال ليجمنت وده على اللاترال وول وده السترونجست. وبعدين يليه اليوتروسيكرال بوستيريور من الباك اوف ذا يوترس او الباك اوف ذا سيرفكس اند بوستيريور فورنكس لحد البريوسيوم اوف ذا سيكرم. وانتيريورلي عندنا من السيرفكس انتيرير للباك اوف ذا سيمفيزس بيوبس اللي هو البيوبس سيرفايكل. فدول اللي بيعملوا سبورت ودول ما فيهمش ستراكشرز، دول بيعملوا سبورت ودول فايبرس تيشو ويعمل سبورت ويبريفنت ان هو يحصل يوتراين برولابس وفاجينال لان هم بيبقوا كمان انسرتد في اللاترال فورنكس يعني اللاترال كاردينال ده انسرتد في اللاترال فورنكس اوف ذا فاجينا عشان يعمل سبورت للفاجينا وما يحصل الناش فاجينال وول برولابس. فدول الليجمنت اللي هي بتعمل سبورت. في سؤال فيهم؟ طب ايه الليجمنت بقى اللي بتعمل بروتكشن اللي هي بيباس فيها امبورتنت ستراكشر بتعمل بروتكشن؟ البرود ليجمنت ده هموم ده بيباس فيه فيري فيري امبورتنت ستراكشر. البرود ليجمنت ده بيباس فيه ايه البرود ليجمنت؟ اليوريتر. وايه كمان؟ الارتريز بتاعت اليوتراين والاوفيريان. اليوريتر الارتريز بتاعت اليوتراين تحت بالظبط كده والاوفيريان. يبقى احنا عندنا هنا البرود ليجمنت. البرود ليجمنت اللي هو هنا كويس البرود ليجمنت ده اللي هو لو مسكنا من فوق لتحت هيباس فيه ايه؟ الاوفيريان الفالوبيان تيوب. الفالوبيان تيوب بالاناستوموزس ما بين مين ومين فاسلز؟ الاوفيريان واليوتراين. الاوفيريان واليوتراين بالظبط كده. وبعدين ننزل تحت بعد كده هنلاقي ان هو تحت خالص بيباس هنا حاجه مهمه قوي 1 انش لاترال ليه سيرفكس ايه اليوريتر واليوتراين ارتري. اليوريتر واليوتراين ارتري وفي كل اللاترال بوردر ده بيباس تورشيس كورس بتاع اليوتراين ارتري بالظبط كده. فبالتالي البرود ليجمنت ده بيعمل بروتكشن للفالوبيان تيوب والباسلز اللي بيحصل لها انستموزس فوق اللي هو اليوتراين اوفيري بيعمل بروتكشن لليوتراين ارتري بيعمل بروتكشن هنا برده لليوتراين ارتري واليوريتر. برده بيبقى في ما بين التو ليفلت اوف ذا برود ليجمنت الرامننس بتاعه الولفيان داكت. وفي عندك دي مسؤول عن الاورجنز ميل ولا فيميل؟ فيميل. ميل بالظبط كده. فبالتالي بيحصل لها اتروفي بس ممكن يحصل امبريولوجيكال رامننس بتاعه الولفيان داكت اللي هو بيسموه ايبو اوفرن لانها ريلي اوفرن اللي هو الاوبري ريليتد للاوفرن للاوبري ايبو اوفرن باروفرن بحيث ان هو لو حصل اكيميليشن اوف سكريشن فيها تبتدي تكبر وتعمل لي سيست اللي هي هنا بتبقى باروفيريان سيست من ضمن السيست بتاعت الاوفري كويس اللي هي السيست اللي هي بناين سيست بناين سيستك سيست بناين سيست اوف ذا اوفري او اكشلي اتس نوت اوف ذا اوفري اتس ريليتد للاوفري كويس. ودول بيطلعوا من الرامنس بتاعت الولفيان داك لان الولفيان داك بيحصل لها اتروفي لكن ممكن بعض الستراكشرز فيها تفضل موجوده ملهاش اي سيجنيفيكانس غير لو كبرت وحصل اكيميليشن اوف سكريشن تعمل لي هنا الباروفيريان سيست. وحته تحت عند الفاجينا برده ممكن تعمل لي حاجه اسمها جارتنر سيست. جارتنر سيست في الانترولاترال بارت اوف ذا فاجينا او باروفيريان سيست ما بين التو ليفلتس اوف ذا برود ليجمنت اند ريليتد للاوفري. فده السيجنيفيكانس. وبرده بيبقى في سيست هنا ريليتد للفالوبيان تيوب الاند اوف ذا فالوبيان تيوب اللي هي بنسموها ذات السيست اوف بورجاكن. دول كلهم رامننس اوف ذا وولفيان داكت لو بقوا موجودين وحصل اكيميليشن اوف سكريشن.
دايما الهيدات السيست اوف مرجاني دي بتبقى صغيره قوي، صغيره جدا يعني مش محتاج انك تعمل لها حاجه، تبقى حجمها كده يعني سنتي ولا 2 سنتي مش اكتر من الفوليكل ابدا، زي الفوليكل اللي هي الدوميننت فوليكل. فدي الهيدات السيست اوف مرجاني. طبعا الفالوفيريان سيست هي اللي ممكن تكبر لاحجام كبيره كويس. الجارتنر سيست بتاعه الفاجينا برده حجمها ما بيبقاش كبير، لو كبرت شويه اكتر من 5 سنتي او كده هو اللي ممكن تحتاج انك انت تعمل لها سيرجيكال اكسيجن، وبتبقى وان اوف ذا سيست اوف ذا فاجينا، هتلاقوها موجوده في الفاجينا سيست، وان اوف ذا سيست اوف ذا فاجينا اللي ممكن تبقى موجوده اللي هي الجارتنر. يبقى تاني هنتكلم على ايه؟ بنتكلم على دلوقتي البروتكتيف اليوتراين ليجمنت. اول واحد بروتكتيف مهم قوي اللي هو البرود ليجمنت. ايوه بيعمل ايه البرود ليجمنت ده؟ بيباس فيه important structure زي مين؟ من فوق لتحت الفالوبيان تيوب طبعا، الاناستوموزس ما بين اليوتراين والاوفيريان، اليوتراين تحت والاوفيريان، وبعدين بعد كده في remnants of the wolfian duct اللي هم زي الهيدات السيست او مورجاجني، الباروفيريان سيست، الجارتنر سيست، وبعدين بعد كده تحت بيبقى فيه اليوريتر واليوتراين ارتري بالريليشن الشهيره. وطبعا في اللاترال بوردر اور ثرو بتاع البرود ليجمنت بيباس اليوتراين ارتري بالتورشوس كورس بتاعه. سؤال في البرود ليجمنت، يبقى ده من الليجمنتس المهمه ان هي بتاع البروتكشن، لان فعلا بيباس فيه فيري امبورتنت ستراكشر اللي هو الكونتنتس اوف ذا برود ليجمنت. الكونتنتس اوف ذا برود ليجمنت او الفالوبيان تيوب، الاناستوموز ما بين اليوتراين والاوفيريان، اليوتراين ارتري بالتورشوس كورس بتاعه، اليوتراين ارتري واليوريتر بالريليشن بتاعتهم، ورامننس اوف ذا وولفيان داكت اللي هو لو كبروا يعني اللي هو الايبوفرن والباروفرن اللي هو لو كبروا يعمل لك الباروفيريان سيست او الجارتنر سيست او الهيدات السيست اوف مورجاجني اللي هي ريليتد للفيمبريال اند اوف ذا تيوب. طيب ده اول واحد اللي هو اول واحد فور بروتكشن. ايه تاني؟ الانفانديبلو بلفيك والاوفيريان بالظبط كده. الانفانديبلو بلفيك ده يوتراين ليجمنت؟ يوتراين لا لا مش يوتراين بالظبط كده، فهو اتس نوت يوتراين لانه اتس نوت ريليتد لليوترس. فانا لو بتكلم على يوتراين ليجمنت يعني ليجمنت ريليتد لليوترس، لا الانفانديبلو بلفيك ده ما بين اللاترال بلفيك وول وما بين الاوفري ملوش علاقه خالص باليوترس. ده الاوفيريان هو اليوتراين ليجمنت لان هو ما بين الاوفري وما بين اليوترس. فاه الاوفيريان ده معايا وده بيباس فيه الاوفيريان فاسلز ارتري وفين، وده فور بروتكشن. ايه تاني ريليتد لليوترس ليجمنت؟ راوند ليجمنت. الراوند ليجمنت ده ايه بروتكشن؟ هو بيعدي في حاجه؟ لا بيعدي في سامسون ارتري، لازم يعدي في حاجه. طالما قلنا بروتكشن يبقى اكيد هبروتكت حد، بيبروتكت سامسون ارتري. ارتري كده عبيط بس برده لما بتيجي بتعمل هيستريكتومي لازم بنكلامب، اول كلامب بتاخده على الراوند ليجمنت عشان سامسون ارتري اللي معدي جوه الراوند ليجمنت. فاحنا عندنا الثلاثه يوتراين ليجمنتس فور بروتكشن، البرود ليجمنت طبعا بالامبورتنت ستراكشرز والكونتنتس اللي فيه، الاوفيريان ليجمنت اللي هو ما بين اللاترال بوردر اوف ذا يوترس والميديال بوردر اوف ذا اوفري وبيباس فيه الاوفيريان فاسلز، والراوند ليجمنت اللي هو ذا انتيرير اسبيكت اوف ذا يوترس اللي هو بيباس فيه السامسون ارتري، وينزل الراوند ليجمنت اللي هو كان اساسي جبرناكولم عشان يعدي في الانجواينال كانال ويبقى انسيرتد في الليبيا ميجور. فدول الثلاثه protective ligament of the uterus. في عندنا protective ligament رابع بس ده مش related لليوترس اللي هو infantile pelvic ligament اللي هو من lateral end of the ovary للateral pelvic wall وبيعدي فيه الovarian vessels. في سؤال في الليجمنتس دي؟ طيب بعد كده فاضل لنا بس البرينيال muscles والبرينيال body. البرينيال muscles احنا عندنا superficial وديك مش كده ولا ايه؟ عندنا الديب برينيال اهو اليوترس بالكات سكشن بتاعه والكونتنتس بتاعه البرود ليجمنت كويس. فاحنا عندنا الليفيتور اناي اللي هي بتعمل لك الديب برينيال ماسلز، ديب برينيال ماسل او الليفيتور اناي او البلفيك دايفرام واتيفر، وهي دي بتتقسم ليه؟ عندنا البيومو كوكسيجيس والاسكيو كوكسيجيس والاليو كوكسيجيس، الثلاثه دول اللي هم موجودين عندنا كويس اللي هم البيوبوكوكسيجيس والايليوكوكسيجيس والاسكيوكوكسيجيس، الثلاثه ماسلز دول. البيوبوكوكسيجيس يا دكاتره هي بتيجي من البيوبيك بون للكوكسكس، من البيوبيك بون للكوكسكس، من البيوبيك بون انتيريرلي للكوكسكس بوستيريرلي. ايوه بس في دي كاسيتنج فايبرز بتبقى حوالين اليوريثرا، ودي كاسيتنج فايبرز حوالين الفاجينا، ودي كاسيتنج فايبرز حوالين الريكتوم، لان هي بتبقى في ثلاثه ميدل ستراكشرز بيعدوا فيها. ف
فهو ده بيعمل ديكاستيشن للفايبرز. فعشان كده البيوبوكوكسيجيز دي بتتقسم للبيوبو ريكتاليس اللي هي البوستيرير، والبيوبو فاجينالس الميدل ديكاستيتنج فايبرز، والبيوبو يوريثرالس اللي هي الانتيرير. فاحنا عندنا الديب رينال ماسل او الليفيتور ان اي دي اللي هو الثلاثه بارتس اللي بيهموني او اللي بيفورموا البلفيك فلور او البلفيك دايفرام، اللي هم البيوبوكوكسيجيز والاسكيوكوكسيجيز والهيليكوكسيجيز. البيوبوكوكسيجيز نفسها بتنقسم لثلاثه بارتس لان هي بتعمل ديكاستيتنج فايبرز حوالين الامبورتنت اورجنز دول والستراكشرز عشان تعمل لهم سبورت. فبتعمل سبورت للريكتم بوستيريلي، وبتعمل سبورت للفاجينا في الميدل بارت، وبتعمل سبورت لليوريثرا. كويس. فبالتالي بيبقى بتقسم البارت اللي حوالين اليوريثرا دي اسمها بيوبو يوريثرالس، وبعدين بيوبو فاجينالس وبيوبو ريكتالس. هم الثلاثه على بعض اسمهم بيوبو كوكسيجيز لان هم من قدام لورا، من قدام لورا بس وايل باسنج من قدام لورا. هيبقى في ستراكشرز ميدل ستراكشرز كده دخلت جواها، فراح اتعامله سبورت لهذه الميدل ستراكشرز اللي هي باسنج جواها، اللي هما بيوبو يوريثرالس وبيوبو فاجينالس وبيوبو ريكتالس. فهي دي البيوبو كوكسيجيز. وبعدين عندك من الاسكيال اسكيو كوكسيجيز، من الاسكيم للكوكسكس برده، ومن الالياك لاين كويس اللي هي اليو كوكسيجيز للكوكسكس. فهم دول كلهم البلفيك فلور ماسلز، البلفيك فلور ماسلز او البلفيك دايفرام اللي هما الديب برينيال ماسلز. في سؤال؟ يبقى السوبرفيشال بيرينيال ماسلز اللي هي بتبقى انسيرتد في التوب اوف ذا بيراميد اوف ذا بيرينيوم. البيرينيال بودي ده فايبروماسكولار ستراكشر، البيرينيال بودي ده فايبروماسكولار ستراكشر بيبقى ريليتد ورا للانال كانال وقدام للفاجينا، وده اللي احنا بنشوفه لو الست لايسوتوم بوزيشن بتلاقي الاوبننج اوف ذا فاجينا من قدام والانس ورا. والسكين ده بيبقى كام سنتي؟ 5 سنتي بالظبط. سكين ده بيبقى 5 سنتي. لو حصل برولابس للبوستيرير وول اوف ذا فاجينا كويس، او ديفيشنسي للبوستيرير اند اوف ذا فاجينا، هيبقى عندنا حاجه اسمها ديفيشن فرينيم ويبقى صغير ويعمل لها سكشوال ترابلز، لان اللور اند اوف ذا فاجينا هتبقى وايد فبيعمل لها سكشوال ترابلز او دي ساتسفاكشن. فهو عندنا البرينيال بادي ده مش بس سكين، لا ده سكين وفايبروماسكولار ستراكشر هنا، وبعدين عنده السوبرفيشال برينيال ماسلز هتبقى انسورتد في بتعمل ديكاستيتنج فايبرز على التوب اوف ذا بيراميد. يعني السوبرفيشال برينيال ماسلز دي اللي هي الكافرنوزس بالبو كافرنوزس واسكو كافرنوزس واليو كافرنوزس، اللي هي الكافرنوزس ماسل اللي هو السوبرفيشال برينيال ماسلز دي بتعمل ديكاستيتنج فايبرز اللي تحت خالص، وبتبقى انسورتد في التوب اوف ذا برينيال بادي. وهو اصلا البرينيال بادي ده عشان يعمل سبورت للور اند اوف ذا فاجينا، وهو فعلا ستراكشر ما بين ذا لور اند اوف ذا فاجينا اند ذا انال كانال، وبينزل ان ذا فورم اوف ا بيراميد. فبيبقى اللور اند بتاعته بيعمل 5 سنتي عند السكن، لكن هنا بيبقى فايبروماسكولار تيشو يعني فايبرس تيشو، وفي الاخر خالص اللي هو الماسكولار تيشو اللي هو الديكاستيتنج فايبرز بتاعه السوبرفيشال بيرينيال ماسلز. وده اللي بيتقص في الابيزيوتومي. يعني انت لما تيجي تعمل ابيزيوتومي بتاخد معاك البوستيرير فاجينال وول والبيرينيال ماسلز، البيرينيال ماسلز والسكن خلاص، بوستيرير فاجينال وول والبيرينيال ماسلز والسكن. وبعدين بعد كده برده تخيطهم اللي هو من جوه لبره، بتخيط الفاجينا الاول عشان ما تقفلش على نفسك، وبعدين البيرينيال ماسلز السوبرفيشال مش الديب ما بتفتحش في الـ في الـ في الـ في الليفيتور، وبعدين السكن بعد كده. في سؤال؟ السوبرفيشال جاي منين؟ السوبرفيشال اللي هم اللي تحت اللي هم اكشلي دول يعني مش سبورت ماسلز، يعني البالبو كافرنوزس اللي هما بارت اوف ذا كليتوريس، والاسكيو كافرنوزس اللي هي الماسلز اللي تحت خالص اللي تحت الليفيتور اناي والبلفيك دايفرام. اوكي. فدي بتبقى انسرتد تحت قدام هنا، يعني عندك هنا الفاجينا هتبقى وراها في الريكتم، بينهم الاثنين بتبقى ديكاستيتنج فايبرز من الناحيتين بتاعه السوبرفيشال ماسلز دي عشان تعمل لك البرينيال بادي، فتعمل لك السبورت التحتاني بتاع الفاجينا والانر كانال، اللي هو لو بقى ديفكتيف يعمل لك ديفيشن برينيم او يعمل لك وستير وول برولابس اوف ذا فاجينا اللي هو الديفيشن برينيم. اوكي. يعني دول على الليفل بتاع الانر كانال مش على الليفل بتاع الريكتم، اللي على الليفل بتاع الريكتم اللي هو الديب برينيال ماسلز، عشان كده قلنا بيوبو ريكتالس دول اللي فوق، لكن على الليفل بتاع الانر كانال يعني الحته اللي تحت قوي بتاعه الفاجينا والانر كانال دول السوبرفيشال برينيال ماسلز، اللي وانت بتعمل ابيزيوتومي بتكت ثرو السوبرفيشال برينيال ماسلز وبترجع تخيطهم تاني. دول مش عاملين لك سفنكتر ولا حاجه، دول بس بيسبورتوا البوستيرير وول اوف ذا فاجينا. عشان كده برضو لو حصل مثلا ريبيت تشايلد تروما او تشايلد بيرث كده هيحصل ويكنس في هذه الليجمنت، وبيحصل لك ديفيشن برينيم او البرينيم ده بيبتدي ان هو يبقى ديفكتيف، فالوولز بتاعه الفاجينا بتوسع. في سؤال في ده؟ يبقى كده نبقى خلصنا الاناتومي اوف ذا فيميل جينيتال تراكت. في سؤال في الاناتومي؟ طيب ناخد بقى الابنورمال ديفلوبمنت. شكرا. دي حته صغيره فدي